باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مساء الخير احبائي. مساء الخير. ايوه كده. فرحانين جدا جدا ان احنا الرب اعطانا فرصه للطبيب العظيم في هاملتون لاول مره. لاول مره لينا فرصه للطبيب العظيم في هاملتون. وانا واثق انه الرب اللي رتب الفرصه دي ما رتبهاش عبثا، لكن ربنا له قصد. امين. وانا واثق ان ربنا هيدينا ايام عيد. امين. شكرا لكم. ليا رجاء صغير، حاجتين بس من فضلكم. احنا في محض احنا وان كان احتفال للطبيب العظيم بنحتفل بوجود الرب كالطبيب العظيم في وسطينا، لكن احنا اولا واخيرا في محضر الله. ارجوكم في المسيح اللي معاه سلفون يا ريت تطفيه من فضلكم. الحاجه الثانيه ان احنا نحافظ على جو الهدوء في المكان علشان احنا اولا واخيرا في محضر الله. الحاجه الثانيه على فكره في اماكن فاضيه هنا قدام، فهو نفس السعر على فكرة. اللي قاعد قدام هو نفس السعر ورا. فإيه رأيكم لو الإخوة اللي قاعدين ورا لو يتكرموا يجوا يقعدوا قدام كده، خلينا كلنا كده نبقى إيه حوالين بعض. That would be greatly appreciated. ممكن هنا في الحتة دي في أماكن فاضية من فضلكم تعالوا نملوها. إيه رأيكم نقف كلنا ونقضي دقايق صمت قدام الله؟ شوفوا مفيش حد هيقدر يفرحنا ويسعدنا ويبهج قلوبنا غير الطبيب العظيم الحقيقي شخص الرب يسوع المسيح. هو وحده اللي يقدر يفرحنا النهاردة. أنا هطلب من الأخ جوني بانو يقدمنا في الصلاة. والأخ جوني بيصلي، من فضلك صلي معه. أطلب وجه الله، قل يا رب نريد أن نرى يسوع، لا نريد أن نرى أي إنسان النهاردة مهما كان. مش مهما كان في وسطينا محدش هيقدر يعزينا غير شخص الرب. فالأخ جوني بيصلي، من فضلك صلي معه. يا ربنا الطيب الصالح من أعماق قلوبنا نشكرك، نعظمك، نباركك من أجل محبتك. نشكرك من كل قلوبنا من أجل اتضاعك ومجيئك من عرش الآب هناك في حضن الآب حيث المحبة والسلام. أتيت إلى عالمنا لكي تأتي بالمحبة والسلام. نشكرك من كل القلب يا رب. نشكرك من أعماق قلوبنا من أجل اتضاعك. نشكرك، إحنا مديونين ليك يا رب. يا رب كان مصيرنا الهلاك والتعاسة الأبدية لولا أنك أنت اتضعت وصرت إنسان. أنت المكتوب عنك صورة الله أخذت صورة عبد. ليك كل المجد يا رب. نحن نشكرك من أعماق القلب أيها الطبيب العظيم اللي شفيت واللي لازال تشفي من كل أمراض يا رب، روحية ونفسية وجسدية. أتينا في هذا المساء يا رب ونحن على يقين أنك أنت حاضر في الوسط، ونحن على يقين يا رب أنك أنت ستلتقي مع كل واحد من عندنا. أتينا بهمومنا ومتاعبنا ومشاكلنا، بآلامنا وأحزاننا، بعقدنا يا رب، بهمومنا، ونؤمن أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. نشكرك من أجل موتك ونشكرك من أجل قيامتك. إليك وحدك دفع كل السلطان مما في السماء وما على الأرض. يا رب أنا نستودع نفوسنا بين يديك في هذا المساء. يا رب احصر أفكارنا بالروح القدس، أعطي لقلوبنا يا رب تصغي لكلامك، واعطينا ان نتجاوب مع صوت روحك يا رب. واعطي لي عبدك اخونا ايمن المرنم يا رب يقودنا في الترنيم والتسبيح الى عرشك يا رب، واملا قلوبنا بافراح حتى ما نرنم ونسبح ليك. اعطي لعبدك وخادمك اخونا زكريا كلام عند افتتاح الفم، واحسن الينا في هذا المساء يا رب، واعطينا قلوب مفتوحه. يا رب الوقت مقصر، لا تسمح احد يا رب يرفض صوت نعمتك في هذا المساء. من فضلك اذكر ايضا اولادنا، اقسم ليهم نصيب من البركه. ولاسمك المعبود الكريم يا ربنا الغالي يسوع من اعماق قلوبنا نهدي كل كرامه ومجد الى الابد امين. تفضلوا استريح. مره ثانيه احب ارحب بكل واحد بكل واحده فيكم في فرصه جديده، او بتعبير ادق عيد للطبيب العظيم هنا في هاملتون. انا فرحان جدا واثق انه ربنا مرتب بركة غير عادية لكل واحد فيكم. على فكرة عشان تبقوا عارفين، الفرصة دي ما كانش في الخريطة خالص خالص، ما كانش فيه حتى في دماغنا ان يكون في فرصة في هاملتون. احنا كان مفروض نكون في كينجدم تشيرش اللي موجودة في ماركم، لكن للأسف ما كانش فيه مكان. نروحنا البريير بالاس النهاردة متاخدة، لكن ربنا وضع على قلب إخوة أفاضل أحباء هنا اتصلوا بينا وقالوا ان على قلبهم يكون في فرصه في هاملتون. وفعلا هم اللي رتبوا المكان، رتبوا كل التحضيرات، وانا واثق انه الرب استخدمهم عشان يرتبوا الفرصه دي. فانا واثق انه اللي ربنا اللي رتبها مش عبثا، لكن ربنا له قصد وله بركه لكل واحد فيكم. امين.
انا واثق النهارده هتخرج من المكان ده مش زي ما دخلت. طب خلونا كلنا نحيي الاخوه هنا اللي قاموا واللي رب حط على قلبهم خدمه الطبيب العظيم في هاملتون. مره تانية برحب بحضراتكم. اللي فيكم ما يعرفش خدمه الطبيب العظيم، خدمه الطبيب العظيم مش كنيسه ولا طائفه، لكن دي مجموعه صغيره بنصلي انه نوصل الرب يسوع المسيح كالطبيب العظيم. شوفوا، مفيش حد في الدنيا حصلت قبل كده انه قوم ميت بقاله 4 ايام انتن في القبر. ما سمعناش ان حد غير الرب يسوع خلق عينين، هو الخالق. ما حدش بيقدر يعمل الحاجات دي غير شخص الرب يسوع المسيح، ومكتوب عنه ان يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. يسوع ما ماتش، هو حي، وهو قادر النهارده انه يفتح وانه يشفي وانه يقوم وانه يحيي. هو اللي موجود في وسطينا النهارده، وانا واثق ان احنا بالايمان هنتلامس معاه. امين امين. احنا هنبدا فرصه الترنيم دلوقتي، بس ارجوكم احب اقول لكم على حاجه، ان الترنيم مش كلام حلو وموسيقى وصوت اجمل من الموسيقى، لكن دي فرصه بتدخلنا الى محضر الله. فاحنا دلوقتي كده بنستعد ان احنا، انا بشبهها تملي بالطياره، عارفين الطياره لما بتيجي تطلع على الران واي كده وتطلع للاعالي، اهو الترانيم دي بتاخدنا كده من جو احنا داخلين من بره والترافيك والشغل، عايزين ندخل في محضر الله كده وننطلق. مفيش حاجه بتاخدنا كده غير ان احنا ناخد كلمات واقوال ونتقدم بيها لله فترفعنا. امين. طب اربطوا الاحزمه عشان هنبدا فرصه الترانيم مع خادم الرب رجل الله الاخ ايمن كفروني. خلونا كلنا نرحب بالاخ ايمن كفروني. مساء الخير. شكرا لك. طبعا فرح لنا انه نكون معكم بهاملتون لاول مره، ودائما لما بنجي بخدمه على بلد لاول مره بنشعر انه الرب مرتب هيدي الفرصه من قبل. بنشعر انه مش نحن اللي عاملينا ولا بشر اللي عاملينا، وكأنه الرب شاغلنا هيدي الفترة كتير نفكر انه حتى هيدا اليوم اللي نحنا ما كنا عارفين وكان بفكر الله من زمان، وحتى اللي صار لهم الاخوة عم بيحضروا اشهر وصلوا كرمال هذا الموضوع، هذا الموضوع كان بفكر الله من زمان. وخليني اقول لك بقلب هذا الموضوع انك انت او انت بفكر الله من زمان ومنتظر الوقت المناسب، ولقى انه خلص انت استويت، اجا الوقت اللي بده يقول لك فيه انا بحبك، ورح تقول له انا كمان يا رب بحبك، ورح يقول لك فيه بدك تقبلني الليل، رح تقول له ايه الليل. يمكن لو جينا من شهر لورا الرب كان عارف انك انت بعد منك جاهز، بس اليوم هو شايف انك انت جاهز. خلونا بالبدايه نيجي نوقف مع بعضنا ونقول له ملك الملوك وجلالك، نرفع المجد لإله ونقول له انت عالي، انت عالي يا رب فوق كل اسم، وانت عالي فوق كل الكون، وانت عالي فوق كل شيء، ما في اعلى منك يا رب، وانت بالحق ملك الملوك. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، دي جبل بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. قولوا ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، دي جبل بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا.
قدر تقول له بقلبك يا رب انت عالي، انت يا رب سيد على كل هذا الكون. اذا بعد ما عرفته قديش هو عالي، قل له يا رب انت عالي، قل له يا في قلبك، غمض عينك وقل له يا رب انت عالي، انت سيد يا سيد الرب، انت سيد. نريد ان نراك يا رب في وسطنا بهالعشيه، نريد ان نراك انت عم تتمجد في الوسط يا رب. مش مجرد كلام عم نقوله، ولكن انت حقيقه عالي، انت حقيقه يا سيد الرب عالي، واسمك فوق كل اسم. بنقول لك يا رب انت قدوس قدوس قدوس. يسوع قدوس
أجد ستري في دمك، راحتي عند صليبك يا قدوس. أنت هو الراعي الأمين، من قادني عبر السنين، على كفيك نقشتني يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي، لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلب العنيد، فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي، لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلب العنيد، فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. قدوس قدوس يسوع قدوس، يسوع قدوس. أمين. تفضلوا. شو رأيكم بالوجود حد يسوع؟ تعرف لما تقول لواحد، حيا الله حدا قال له بتحب يسوع، بيقول لك طبعا بحبه. وليش ما بدي حبه؟ ليش أصلاً؟ شو في بيسوع ما بينحب؟ حتى أعدائه حبوه، حتى اللي صلبوه، حتى اللي صلبوه ليسوع شهدوا وقالوا إنه ما في ولا عيب، ما في ولا خطية. يهوذا اللي سلم وقال عنه أسلمت لكم دما زكيا. وبيلاطس قبل ما يصلبوا قال لهم يا عمي فحصت الرجل ما فيه شيء، فحصته قدامكم بجلده بطل وما فيه شيء. شو في بيسوع ما بينحب؟ تسأل واحد تحب يسوع بيقول لك بحب يسوع. طيب شو رأيك تيجي تقعد شوي قدام يسوع وتقعد شوي مع يسوع؟ بيقول لك كيف يعني؟ ها كيف يعني اقعد مع يسوع؟ مش عم بقدر افهم شو يعني اقعد مع يسوع. تقعد مع يسوع يعني تقعد شوي قدام الرب يسوع. بس المشكله الوحيده اللي بيواجهها الانسان لما بيقعد قدام الرب يسوع المسيح، بس يقعد شوي في محضر وبيكتشف قديش هو خاطئ، وبيبلش الرب يسوع بقى يشاور على اشياء بحياته بيقول له هيدي لازم تتركها، وهيدي لازم تبعد عنها، وهيدي لازم تغيرها. ونفس الكلام اللي قاله الرب يسوع انه النور جاء الى العالم، وبس تقعد مع الرب يسوع بتبلش مثل كانه نور كشف على حياتك وبلش يفرجيك. قمار مش منيح لك يا ابني، مخدرات مش منيحه. لما بيروحوا بيناموا بالليل وانت بتقعد قدام الانترنت لوحدك، الاشياء اللي عم تشوفها مش منيحه. قبل ما يضوي الرب يسوع كانت عتم، لا انت شايف ولا اللي حدك شايفين ولا حدا شايف، بس الرب يسوع كان شايف. بتجي لحتى تقعد شوي صغير حده بيروح بضوي الكشاف، هو النور اصلا. وبس يضوي وبس يبلش يبين العيب اللي فينا منصير نقله للرب، مش بأسوء من نقله اياها، بس اللي بينفهم بالاخر ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نسر، لان النور جاء الى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. هذا كان حالي لمدة سنين. أوصل شوي قدام الكنيسة اسمع كلمة اهرب، حدا يقول لي كلمة من الإنجيل اهرب، حدا يخبرني شيء عن يسوع. ايه يسوع حلو بجنن طبعا، مين بيقول كلام عن يسوع؟ بس يشاور يسوع شيء على حياتي ابرم ظهري واهرب. ليه؟ كنت مبسوط بالخطية. اللي كان يقول لي عن شيء عن الدخان قل له الدخان أنا اللي عم بشربه للسيجارة مش اللي عم تشربني، وساعة البدة فيني بطل الدخان. بس لما أقعد بيني وبين حالي أعرف أنه السيجارة مسكتني من دينتي مش قادر أتركها. سيجارة طولها 7 سنتي، كانت تحكم بزلمة طوله 1.87 متر، هالقد كانت أقوى مني. وقول بدي أتركها بدي أتركها ما أقدر. واللي أصعب من هيك، شقفة حشيش أصغر من السيجارة كانت حاكمة فيي، وقول أنا فيني وقفها ساعة البدة، وبس جرب وقفها. بودرة بيضة أخف من السيجارة، شقفت شوية كوكايين أخف، تنفخن عليهم شوية بيطيروا، أخف من السيجارة. كانوا حاكمين فيي.
وقول أنا ساعد بدي فيني وقفهم لما أجي لحتى وقفهم لقي حالي ضعيف وعبد لألهم. ونفس الشيء الإنسان كل واحد منا بتقول له يسوع بيقول لك طبعا بحبه ليسوع، مين بيقدر يقول له كلام عن يسوع؟ بس هلأ اليوم أنت وقاعد قدام يسوع، الرب يسوع رح يشاور على أشياء بحياتك، ولما يشاور على هيدي الأشياء بحياتك بتصير مسؤولية، مسؤوليتنا نحن بدنا نقول له يا رب أنا بدي إياك وبدي أعيش معك، ولا ما بدي إياك، ابعد عني وبمعرفة طرقك لا أسر. قد ما تلف وتدور صدقني مش رح تلاقي مثل الرب يسوع. مش عم نحكيك هذا الموضوع عن فشل، مش لأنه فشلنا، ويا ريت حتى لو فشلت، إذا هلأ فشلين وبتجي عند الرب يسوع بتكتشف أنه هي حاجتك هو الرب يسوع، أمين، خلي فشلك يجيبك. بس عم نقلك عن اختبار، وعم نقلك عن حقيقة اختبرناها بحياتنا من بعد ما جربت كل شيء بحياتي ودقت طعم كل شيء. ولو بقيت هال 11 سنة اللي كنت فيهم أنا صار لي خادم للرب يسوع المسيح، لو بقيت بعالم الفن كنت اليوم يمكن ما بقعد معكم، بس كنت أنا الخسران، لأني ما كنت عارف أنه أنتم أشراف شعب الله، ما كنت عارف أنه أنتم مغسلين بدم الرب يسوع المسيح. حتى ولو كان في أشخاص بيناتنا اليوم بعد لحد هلأ بيجوا بيقعدوا بيناتنا وبيقولوا يا ريت فينا نكون مثلهم، بس الفرق اللي عامل فينا مش نحنا كبشر، مش أنت كإنسان مع احترامي لألك، الفرق اللي معمول فينا هو دم يسوع. شيل دم يسوع عنا وشيلنا من تحت خيمة الرب يسوع المسيح، منكون مثلنا مثل أي حدا، مثلنا مثل أي حدا. يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي، كم أنت حلو لحياتي يا يسوع. من قدرتي بقوتي فلا تلوم.
قوتي فلا تلوم. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع. من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو 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 يا يسوع، ربي سبيت قلبي بودادك، أخذت كل عقلي بجمالك، لذا فنفسي تهتفا في دهور، وكل عرق في ينبض يقول، كل عرق في ينبض يقول. قولوا معي أحبك 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 يسوع، يا من حملت عني إثمي المشير، حين فديت نفسي بالموت لو أني كل ما عندي وهبتك، فسوف أبقى ما دمت لك مدين، فسوف أبقى ما دمت لك مدين. إني لك إني لك إني لك إني لك إني لك لك يسوع، فخذ حياتي ربي املأنها بروحك بحبك غمرانها، وهبني منك نعمة مدى الحياة لكي أعيش في رضاك للممات، لكي أعيش في رضاك للممات. لمجدك 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 يسوع، أحبك 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 يسوع. إني لك 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 يسوع. تعرف لما تتذكر شيء واحد انه كل اللي نحن عايشينه على هالارض خيال وهم، عايشين على هالارض حياة رح تخلص، يا بتخلص بمرض، يا بتخلص بعبوة، يا بتخلص بأزيفة، يا بتخلص برصاصة، يا بتخلص بحادث السيارة، يا بتخلص بغرق بالمي، بس بدها تخلص. وطبعاً ما حدا منا بيحب إنه يتعذب، وكلياتنا عم نركض لحتى لا نشفى من مرض أو نشفى من أي شيء، بس الرب قادر يشفي طبعاً. هو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الرب قادر يشفي، بس في شيء أهم بكتير من جسدي وجسدك بده يشفيه الرب يسوع. في شيء أهم بكتير من جسدي وجسدك. تعرفوا منركض لحتى نحسن حالنا ونجمل حالنا، ومش غلط. منركض لحتى بدنا نبين صغار،
نصبغ شعرنا، نعمل بوتوكس، مزبوط، حتى نبين انه مش غلط. بس هذا ما بيغير الواقع، ما بيغير الواقع انه نحن عم نكبر، وكل يوم عم يمر وعم بقربك لمصيرك الابدي اكثر. كل يوم بيمر ورقه من الرزنامه راحت وعم تفكر انه بيجي غيرها، ويمكن تكون اخر ورقه. شو عرفك؟ يمكن تكون بعد رزنامتك اكبر من رزنامتي بكثير. الرزنامه اللي ما بيعرفوها اخوتنا المصريين النتيجه، يعني عارف النتيجه اللي بتطلع فيها لحتى تشوف تظبط السكادجول تبعك، وبتعمل سكادجول. نحن هلا بماي بتقول انا بجون وبجولاي بدي اروح على فلوريدا، او بدي اطلع على الكوتج، او بدي اروح لمحل ما بعرف لوين. وفجاه بتكتشف انه عم تحضر الكالندر انت وحدا تاني، وللاسف كثير مرات نضطر انه ننفذ الكالندر تبعنا بدون الناس اللي كنا عم نخطط معهم، لانه خلصت الرزنامه تبعهم. مش يمكن تكون رزنامتك بعد عم تخلص بالايام اللي باقي لك فيها ايام قليله؟ خليني اسالك سؤال، اذا كان هيدي السنه اخر سنه عم تعيشها بعمرك، ان شاء الله الرب يعطيكم 200 سنه. انا مش عم تاخذوا من كيسي، اخذوا قد ما بدكم، بس ان شاء الله الرب يعطيكم 200 سنه. بس افترض انه هيدي اخر سنه بعمرك، شو بتعمل؟ افترض انه هذا اخر اسبوع بعمرك، شو بتعمل؟ افترضي انه هيدا اخر يوم بعمرك. برجع بقول لك ان شاء الله بتعيشي 200 سنه، ما تفكروا اني عم بدعي على حدا، بس افترض انه هذا اخر يوم بعمرك، شو بتعمل؟ ما بتستحق الحياه توقف قدامها وتفكر تقول انا بس تخلص حياتي هون لوين رايح؟ ما بتستحق انك تفكر وتسال نفسك انا لوين رايح بعد ما اموت؟ في ترنيمه من الترانيم الحلوين كثير بتقول يلي عينيك ولا عنا بتغفل. انا وانتم مننام بنتي، صرتوا حافظين كثير على قد ما بحكي عن بنتي، قد ما بحكي عن بريسيلا صرتوا حافظين. احلى لحظات بوقتها لبنتي هي لما بنيجي لحتى ننام من عشيه، بدها يعني يكون حدا عم صلي انا وياها. هلا هي بالنسبه لها ما بدها يعني اطلع من حدا من الغرفه لحد ما هي تغمض عيونها وتنام، طمن بالها انه داد بعده سهران. بس انا اوقات بكون تعبان، هي بتنام من هون بروح انا بنام. نحن كثير مرات بنفكر انه الله بيعاملنا بنفس الطريقه، انه نحن بننام تعبانين، نحن مش شايفين. او مثلا فجاه بيجي بيصير مثلا واحد معه كانسر بيقول لك اوبس، بتفاجئ الله. الله ما بيتفاجئ، انا وانتم بنتفاجئ. الله ما بيتفاجئ بشيء، الله شايف كل شيء. انا وانتم بننام والامور بتمرق من تحتنا ومن فوقنا ونحن مش حاسين، ولكن الله بيقول عنه الكتاب المقدس انه لا ينعس ولا ينام حافظك. ترنيمه بتقول يلي عينيك ولا عنا بتغفل. يلي عينيك ولا عنا بتغفل وتملي بينا بتتكفل، يلي عينيك ولا عنا بتغفل وتملي بينا بتتكفل، ملناش غيرك نلجأ ليه لما الدنيا علينا بتقفل، لما الدنيا علينا بتقفل. قولوا انت الحل لأي مشاكل صعبة علينا، وانت الأمل اللي بقى فاضل يا رب لينا. يا يسوع انت نورنا، كلامك سراج رجلينا، انت الجاي وكل الراح الكل ملينا. انت الحل لأي مشاكل صعبة علينا، وانت الأمل اللي بقى فاضل يا رب لينا. يا يسوع انت نورنا، كلامك سراج رجلينا، انت الجاي وكل الراح الكل ملينا. ولا مرة بتبعد وتملي لقلوبنا بتسند، يلي ايديك ولا مرة بتبعد وتملي لقلوبنا بتسند، ولا لحظة بتنسانا يا ربي واحنا بنخلف كل ما نوعد، واحنا بنخلف كل ما نوعد. انت الحل لأي مشاكل صعبة علينا،
للي بقى فاضل يا رب لينا. يا يسوع انت نورنا، كلامك سراج رجلينا، انت الجاي وكل الراح لكل منينا، انت الحل من اي مشاكل صعبة علينا، وانت الامل اللي بقى فاضل يا رب لينا. يا يسوع انت نورنا، كلامك سراج رجلينا، انت الجاي وكل الراح لكل منينا. تعرفوا ان هو اعظم واروع ما في الدنيا؟ تعرفوا ان حبه غير ونقى كل ما فينا؟ تعالوا كمان مرة نوقف ونقول له انت اعظم اروع ما في الدنيا. مين بيعرف على الترنيمة؟ انا بنبسط اذا مش كلكم بتعرفوها، يعني عم تعلموا ترنيمة جديدة. مين ما بيعرف الترنيمة؟ ارفعوا لي ايديكم نشوف مين ما بيعرف الترنيمة. هللويا، كتار ما بيعرفوها. يلا بنتعلم ترنيمة جديدة اليوم. انت اعظم اروع ما في الدنيا. انت اعظم اروع ما في الدنيا، حبك غير نقى كل ما بي. مع بعض، انت اعظم اروع ما في الدنيا، حبك غير نقى كل ما. كمان مرة، في ظل يديك خبأتني، سهما مبريا جعلتني. انت اعظم اروع ما في الدنيا، حبك غير نقى كل ما بيا. انت اعظم اروع أسواري دوما أمامك. اخترتني أحيا لك، جعلتني قدسا لك. أنت أعظم أروع ما في الدنيا، حبك غير نقى كل ما بي. تفضلوا.
في ترنيمة جديدة، قبل ما يسبقني الدكتور زكريا ويقول لكم في ترنيمة جديدة لأيمن كفروني، في ترنيمة جديدة بعدها طازة، في كتير ناس ما سمعوها، بس يوم اللي كتبتها كنت عم فكر، مش من زمان كتبتها، ما لها زمان يعني، بس كنت عم فكر بواقع كلنا منعيشه، كلنا بدون استثناء، ولو ما كان عارف الله أنه هذا الواقع اللي احنا منعيشه ما كان حذر الشعب بالقديم وقال له احترز من أن تنسى الرب إلهك، لألا متى أكلت وشبعت وبنيت بيوت وغرست كروم وأثمرت كرومك وصار عندك أرض وصرت مرتاح تنسى الرب إلهك وتقول ذراعي وقدرتي قد اصطنعت لي هذه الثروة. احترز أن تنسى وتذكر أنه أنا الذي أعطيتك القدرة لاصطناع الثروة. تتذكري لما كنت كتير تركعي على ركابك وتصلي وتقولي له يا رب سهل ورائي لحتى أقدر أروح على كندا؟ كنت تصلي. جيتي على كندا، امتين آخر مرة صليتي؟ تتذكر لما كنت تصلي وتقول له يا رب ولادي خلي ابني يفوت على الجامعة ويصير حكيم، دكتور، مهندس، طبيب، صار طبيب، بعدك بتصلي له؟ أنت بأيام الجامعة قديش كنت تصلي وتقول له يا رب ساعدني لحتى لا أنجح؟ نجحت، بس المشكلة أنك صرت كتير بزي لدرجة أنك مش فاضي تقعد مع الرب. تذكر أنه هذا مش منك، تذكر أنه اللي خلقك أعطاك الحياة وأعطاك مع الحياة بركات، مش حتى تعيش لوحدك، حتى تعيش له. ترنيمة قلت له فيها نحن ما قلنا غيرك بوقت الشدة معين. العالم عم يمرق بشدة وضيق، مشكلتنا دايما نركض لعند الرب بنقول له يا رب وقت اللي بيكون في شدة بتخلص الشدة بنبرم ظهرنا ونمشي. يمكن قبل مرة سمعتوني عم أقول هالخبرية بتضحك شوي، مش حقيقية بس يعني بتوضح الفكرة اللي بتجرب أقولها. المرة واحد كان بالطيارة، وبتعرفوا بالطيارة أوقات بيصير في مطبات، هو بالطيارة صار في مرقه بمحل في كتير تربليشنز وصار خايف، قاعد يصلي قل له يا رب خليني اطلع من هالتربليشنز ووصل على بيتي بسلام، دخيلك يا رب ما تخلي هالطيارة توقع، يا رب بترجاك ما تخلي هالطيارة توقع، بوعدك أنا ومرتي وولادي رح نعيش لألك، بس بترجاك ما تخلي هالطيارة توقع. وقعد يصلي يصلي يصلي، آخر شيء مرق القطوع ووصلت الطيارة وغطت ونزلت. أول ما نزل طلع هيك قال له شكرا لأنك خلصني، بس على فكرة أنا لم جوز ولا عندي أولاد. مرات منفكر أنه الله مش شايفنا، منوعد بوعود نحن أكبر منا، نوعد بوعود نحن أكبر منا. عم بيقول لك تذكر إنه النفس اللي عم تتنفسه أنا اللي عطيك إياه، لقمة الخبز اللي عم تاكليها من إيدي أنا عم تاكليها، ومش عم بربحنا جميلة؟ الكتاب بيقول يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، خدها مثل ما بدك، يا أنه بيعطيك قد ما بدك وبدون كيل، أو بيعطيك بدون ما نحن منعير بعضنا البعض، من دون ما بدون ما يعايرك، بدون ما يشمت فيك ويقول لك انتبه انا اعطيتك، بيعطيك لألك وبيعطيني لألي وبيعطيني لألي. مش هلا، كان يعطيني ايام ما كنت بالشر، ايام ما كنت بالمخدرات كان يعطيني، ايام ما كنت بعيد عنه كان يعطيني، واكثر من هيدا كله سوا. بتعرفوا شو ليك الكتاب المقدس شو بيقول؟ ان الله بين محبته لنا اذ ونحن بعد خطاة مات المسيح من اجلنا. يا الرب يسوع بحبني حتى انا وكنت بالشر وبالخطيه كان يحبني وكان يقول لي تعال عندي مثل ما انت، انا اللي بدي غيرك. مشان هيك عم اقول له الصحه اللي بجسدنا منك، اللقمه اللي بناكلها منك، والنفس اللي داخلنا منك، ومنك فرج المسكين. الترنيمه منا صعبه، الترنيمه منا صعبه، بدي اياكم تقولوا معي نحن ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليلة حقنا من سنين. نحن ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليلة حقنا من سنين. منك فرج المسكين، الصحة اللي بجسدنا منك، اللقمة اللي
الراجل مسكين. قولوا معي يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليلة حنا من سنين. يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليلة حنا من سنين. لما الدنيا بتقسى علينا وعدك بيطمنا، بتلف دراعك حوالينا وأبدا ما بتهملنا. لما الدنيا تقسى علينا وعدك بيطمنا، بتلف دراعك حوالينا وأبدا ما بتهملنا. بتشود علينا بأحسانك وبتستقبلنا بأحضانك، بتشود علينا بأحسانك وبتستقبلنا بأحضانك، تغمرنا بعطفك وحنانك، عإيديك بتحملنا مع بعض. صحة اللي بجسدنا من فرج المسكين، الصحة اللي بجسدنا منك، الأمن اللي مناكلها منك، والنفس الداخلنا منك، ومنك فرج المسكين، ومنك فرج المسكين. يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليلة حنا من سنين. يا يسوع ما إلنا غيرك في وقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليلة حنا من سنين. من حقك يا رب تسود وتملك بسلطانك، ومن حقك تبقى المعبود وانت العالي جلالك. من حقك يا رب تسود وتملك بسلطانك، ومن حقك تبقى المعبود وانت العالي جلالك. لو منك نحن ما كنا شعلنا، لو منك نحن ما كنا ولكننا مملوك شعلنا، انت منشأنا وموطننا من موت من حيالك. صحة اللي بجسدنا منك، الأمن اللي مناكلها منك، والنفس الداخلنا منك، منك فرج المسكين. الصحة اللي بجسدنا منك، الأمن اللي مناكلها منك، والنفس الداخلنا منك، منك فرج المسكين، ومنك فرج المسكين. يا يسوع ما إلنا غيرك بوقت الشد معين، مش ممكن ننسى خيرك ليلة حنا من سنين. أمين. تعرفوا هلأ رح نسمع كلمة الرب، وعلى كلمة اللي لحقنا من سنين، أنا بدي خليك أنت تسأل حالك سؤال. كنت تفكر بيوم من الأيام قبل ما تجي على هاملتون، مثلا صار لك 15 سنة بهاملتون، قبل 17 سنة كنت تفكر أنك رح تكون بهاملتون، صار لك 10 سنين بهاملتون، قبل 15 سنة كنت تفكري أنك أنت بيوم من الأيام ممكن تكوني ببلد مثل هاملتون؟ كنت عايشة بالعراق، بسوريا، بالكويت، بلبنان، بدبي، بأبو ظبي، بحيالله بلد من دول العالم. كنت تعرف أنت أنه رح تكون بيوم من الأيام موجود بهذا البلد؟ تتشوف أنه خير الله لاحقك من وقت لتاني، من وقت لتاني، وين ما بتروح. وبتعرف
ارجع بفكرك لورا، رح تتذكر انه لما كنت بأبو ظبي كان وراك، ولما كنت بالعراق كان معك، ولما رحت على الاردن لحقك، ولما جيت على هاملتون انت مش عم تقدر تهرب منه، عم تفكر انه انا بطلع من بلدي بلاقي السلام برا، مش رح تلاقيه، بتروح لما بعرف وين رح تلاقي السلام، مش رح تلاقيه. بيكفي بقى تدور هون وهون، ما بقى في لك محل تروح عليه الا الرب يسوع المسيح، الا الرب يسوع المسيح. عم بحكيك هذا الكلام لانه نحن مش جايين لا نعمل حفله ولا جايين لحتى لنعمل بيرفورمنس جديد، لانه مش هذا هدفنا. هدفنا شيء واحد، نقول لك انه اللي غير حياتي واللي غير حياه زكريا ستاورو واللي غير حياه ناس كتار، ناطرك لحتى تقول له انا كمان بدي اياك تغيرني. تفضل بيتر. طيب بنشكر رب جدا. واضح الحقيقة زي ما قلت لكم في الأول إنه اليوم ده يوم عيد اللي ربنا رتبه لنا في هاملتون. حد زعلان؟ كله فرحان؟ أنا فعلا أنا شخصيا فرحان جدا جدا، وفعلا النهاردة اتأكدت إن ليه ربنا رتب لينا فرصة هنا في هاملتون. زي ما قلت في الأول ما كانش الفرصة دي أو اليوم العيد ده النهاردة كان متخطط خالص، ما كانش في الخريطة، لكن ربنا قفل كل الأبواب علشان تكون لينا فرصة موجودين هنا النهاردة في هاملتون. أنا فرحان جدا 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 باليوم ده، وأنا واثق إن ربنا مجهز لينا بركة أعظم وأعظم النهاردة. النهاردة إحنا في هاملتون، بكرة بنعمة رب هنكون في تورونتو في البريير بالاس. حد راح البريير بالاس قبل كده؟ أوكي، على هاي واي 400 مع فينش الساعة 7:30 في البريير بالاس بكرة بنعمة رب الساعة 7:30 يوم الأحد الساعة 2 بعد الظهر. بعد كده الأسبوع الجاي بنعمة رب هيكون لينا يوم في وينزور ويومين في ديترويت. فرحان جدا جدا النهارده ان احنا لينا عيد للطبيب العظيم هنا في هاملتون. بحب افكر حضراتكم بثلاث حاجات بسرعه خالص. الحاجه الاولانيه ان في برنامج مخصوص للاولاد تحت، من فضلكم اللي معاه اولاد صغيرين في برنامج كامل ليهم، وبنشكر رب كمان من اجل وجود الاخ اسماعيل نمر المسؤول عن خدمه الطبيب العظيم في ديترويت. هو موجود معنا النهارده، مهتم بخدمه اليونج بيبل للشباب باللغه الانجليزيه، هو موجود معنا. فمن فضلكم اللي عنده اولاد يبعتهم لمدارس الاحد. كل ولد بيكون له رقم القومي لكل طفل، بيبقى مع الاباء. لو في مشكله هيبان على الشاشه الصغيره دي، شايفين رقم 19 رقم 19، لو في مشكله هتطلع على الشاشه. من فضلك بهدوء الاب او الام يخرج يشوف الاولاد. الحاجه الثالثه انه في ترانسليشن هنا، لو حد في وسطينا ما بيعرفش انجليزي ما بيعرفش عربي، في ترجمه انجليزيه فوريه. من فضلك يكلم الاشرز ياخد هيدفون ويتابع معنا. الحاجه الاخيره في خدمة الطبيب العظيم، انتوا عارفين ان احنا مش كنيسة ولا هيئة ولا ولا ولا، لكن كل اللي بنعمله ان احنا فرص زي كده نقدر ندعيك. فالأشرز هيعدوا دلوقتي معاهم كروت. احنا ما بنلمش عطا، مش لان الخدمة مش محتاجة، لكن لما مش ده اسلوب الخدمة ان احنا نلم عطا، لكن كل اللي احنا بنعمله في الفترة دي ان احنا بنبعت فيه كروت تعارف. من فضلك بشجعك انك تكتب اسمك تليفونك عنوانك، ولو محتاج صلاة، محتاج حد يزورك، في حد مريض، في حد في المستشفى، في مشاكل عائلية، في أي احتياج للصلاة، اتصل بينا وإحنا بكل سرور هنقدر نتابع معك. الأشهر سيعدوا دلوقتي، اكتب اسمك تليفونك عنوانك علشان، وبأكد مرة تانية مش هنبعت لك نقول لك ابعت لنا تبرع ولو إن ده مش غلط، ولكن هنقول لك بس في فرص قادمة أنك تكون موجود معنا. مرة تانية بحب أرحب بحضراتكم، وبحب أرحب ترحيب خاص دلوقتي بمشاهدينا اللي بيشاهدونا على الهواء في قناة الكرمة. اهلا وسهلا بكم، بنرحب بكم من هاملتون في اونتاريو. فرحانين جدا ان انتم تشاركونا النهارده باحتفالنا بيوم الطبيب العظيم في هاملتون. بنرحب بكم. وبمناسبه قناه الكرمة، انا فرحان جدا حقيقة وفخور جدا بالقناه دي، وانا بشكر الله جدا من اجل عمل الله في قناه الكرمة. اقول الصدق في المسيح وضميري شاهد لي بالروح القدس انه من القنوات القليله اللي فعلا عرفوا ازاي يحفظوا الهدف في وقت يعني بنشوف انزلاقات كتيرة لحاجات وحواري كتيرة تبعدنا عن الهدف الرئيسي لكل قناة المفروض لكل قناة مسيحية، وهو أنه يتعظم اسم المسيح. وإحنا بنشكر رب جدا جدا من أجل القناة دي. وأنا النهاردة فرحان قوي قوي أن يكون موجود في وسطينا هنا مؤسس قناة الكرمة. أنا فرحان قوي أن يكون معنا صامويل ستيفانوس مؤسس قناة الكرمة. هو جاي من كاليفورنيا، لسه واصل على فكرة امبارح بالليل، وجاي عشان يكون موجود معانا فرصة الطبيب العظيم. فأنا فرحان جدا ان هو يكون موجود معانا، وحب ان هو يشاركنا بأخبار
عمل الله في قناة الكرم. خلونا مرة تانية نرحب بصامويل إستفانوس. Thank you so much. دايما شرف ليا ان انا اجي اعيد معاكم. انا بعرف ان في عيد دايما في شهر مايو في الوقت ده كل سنه، وما اقدرش ما اجيش. النهارده انا مبسوط جدا ان انا اكون معاكم في هاملتون، فرصه رائعه. انا بشكركم اسره الطبيب العظيم، الاخ بيتر، الاخ باسم، الاخ بهاء، كل مجموعه. ربنا يبارككم على العمل الرائع ده، عمل رائع، عمل بالفعل رائع. خدمه الطبيب العظيم خدمه رائعه، وانا بصير ان انا اكون موجود لان احنا في كاليفورنيا. صحيح قناه الكرمة مصدرها في كاليفورنيا، من كاليفورنيا بنشوف الثمار دي. هتقولي له ازاي ده، احنا هنا احنا عندنا خطوط تليفونات بتبقى مفتوحه طول الوقت، وبنشوف وقت خدمه الطبيب العظيم سواء كانت لايف او معاده مع الدكتور زكريا، مع ايمن، مع كل الاحباء اللي بيجي ويخدموا في الخدمه الرائعه دي. بنشوف قد ايه ربنا بيلمس الناس، وبنفرح ان احنا نكون معاكم دايما في خدمة قناة الكرمة. احنا لنا هدف واضح وهدف محدد بدأنا بيه وهنكمل بيه. الهدف ده هو خدمة حضرتك وحضرتك في البيوت وهنا. هدفنا ان المسيح يجي ويسكن في قلبك، هدفنا ان المسيح يجي ويملى بيتك ويملى حياتك ويكون حياتك حياة افضل. حياتنا هتبقى حياة افضل مش بأي حاجة تاني غير بالمسيح، وهنعرف ونتكلم أكتر. خدمة الطبيب العظيم هو اللي احنا بندور عليها الأيام دي، هي اللي احنا بندور عليها. احنا في قناة الكرمة عندنا 48 خط تليفون، 48 خط بيجينا مكالمات كتيرة جدا جدا، بيجينا في بعض الأحيان في اليوم الواحد أكتر من 1000 مكالمة. قناة الكرمة مش بتتذاع بس في أمريكا، لكن بتتذاع على النايل سات كمان، يعني موجودة في الشرق الأوسط. وبالمناسبة أحبائنا اللي بيشوفونا في النايل سات دلوقتي، بنرحب بيكم ونقول لكم صحيح لسه اليوم بيبتدي دلوقتي يوم السبت ده، احنا دلوقتي الساعة 7 الصبح فالناس صحيت. طيب هيكون لينا اللقاء رائع، وأنا متأكد أن ربنا 3 الفجر دلوقتي؟ 4 الفجر؟ طيب هتلاقي المدام صحية صحرانة صحرانة صحين؟ هنشوف، هنسمع التليفونات. اللي انا عايز اقول لكم ان في خلال الالاف المكالمات اللي تيجي دي، الناس بتتصل بينا بتدور على، زي ما كان بيقول ايمن، بتدور على السلام. ازاي نلاقي السلام؟ نطلع من البلاد اللي هناك نيجي بلاد تانية ونيجي نعيش هنا في حياة حلوة، بس لسه في حاجة ناقصة بندور عليها مش لاقيينها. مين اللي يملى؟ مين اللي يملى القلب؟ احنا عندنا اخبار حلوة هنسمعها من اخ زكريا. اللي يملى القلب هو مين؟ اللي غير الحياة هو مين؟ اللي بندور عليه يدينا الضمان والسلام هو مين؟ في العالم المضطرب، احنا عايشين في عالم مضطرب، كل يوم في اخبار جديده، كل يوم في اخبار. واللي يسمع ويشوف الاخبار ما تسرش، لكن احنا عندنا اخبار حلوه النهارده لكل واحد من حضراتكم اللي موجودين هنا واللي بيشوفونا على التلفزيون. قد ايه بشكر ربنا لاجل الخدمه بتاعه قناه الكرمة، وبطلب منكم انكم تصلوا علشاننا. في قناه الكرمة عندنا ناس كتير بتشتغل، موظفين، بس الحاجه الرائعه خدمه المتابعه، الخدمة اللي احنا بنحبها بالفعل. عندنا موظفين كتير موجودين بس عشان يردوا على التليفون. عارفين بنشوف المكالمات التليفون على الأقل 3000 مكالمة كل أسبوع. 3000 مكالمة دول بيجوا من كل أنحاء العالم، من كل الدول العربية. أنا شايف في ناس معانا يمكن أول مرة نشوفها في خدمة الطبيب العظيم. بيجي ناس كل يوم كمان في قناة الكرمة من خلفيات احنا ما نعرفهاش. الخلفيات دي بتدور على حاجة واحدة، بتدور على السلام. مين يدي السلام ده؟ مين يدي السلام؟ أنا عايز أفرحكم وأقول لكم في 3-4-5 آلاف مكالمة اللي بيجي كل أسبوع بنصلي مع أعداد كبيرة. أنا كنت ببص على الأسبوع اللي فات وبشوف الإحصائيات وبشوف، شفت إن إحنا صلينا مع أكتر من 500 واحد الأسبوع اللي فات بس. ناس محتاجة المسيح بتدور عليه لأنه هو الوحيد الحل. أنا عايز أطلب منكم إنك تصلوا لينا في قناة الكرمة، بتصلوا عشان الخدمة دي لأنها بالفعل قوية جدا. بتصل بينا ناس يمكن تناكف معانا في الاول، وبعدين لما نقول له طب تعالى نصلي مع بعض، وبعض الناس اللي معانا على التليفون بيصلوا، تبص تلاقي الاخ ده اتصل بينا تاني يوم ويقول لنا انتوا عارفين الصلاه اللي انتوا صليتوها معايا امبارح دي غيرت حياتي، انا عايز اعرف اكتر عن المسيح. ويمكن يكون في دول ما يكونش فيها كتاب مقدس، نقول له خش واعمل داونلود للكتاب المقدس. يتصل بينا تاني ويقول لنا انا بقرا الكتاب المقدس كل يوم وفي حتت صعب بيوصل لها الانجيل. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين حاجة غير انك تعرف المسيح بأي خلفية انت بيها، بأي شكل انت عليه، حتى باسمك، حتى زي ما انت كده، بس جرب حاجة جديدة،
حاجة جديدة بنديها لك من قناة الكارما، حاجة جديدة بنديها لك من خدمة الطبيب العظيم، وتشوف طعمها ايه وتعمل ايه في حياتك. انا متأكد انك مش هتخسر، انا متأكد انك هتكسب وهتكسب وهتكسب. النهاردة يكون لنا فرصة نسمع اكتر مع الدكتور زكريا ونكسب ونتغير حياتنا ويبقى لنا حياة جديدة. لكن قبل ما مختم، وكان نفسي اقول اختبارات كتيرة لكن ممكن اخزن شوية للأيام الجاية لبكرة، انا عايز اقول لكم اطلب منكم حاجتين. اول حاجة انك توعدوني انك تصلوا لاجل خدمة قناة الكارما، محتاجين صلاتكم فعلا. الخدمة كتير بتعدي في اوقات صعبة، لكن احنا عارفين انه بالصلاة نقدر نترفع. احنا محتاجين شركاء يصلونا للعمل ده، محتاجين ناس يحطوا صلواتهم معانا وركابهم معانا في العمل ده، لان احنا متأكدين واحب اقول كده دايما ان الخدمة دي ربنا بيستخدمها بكل قوة، وابليس بيحاول يحاربها كمان بكل قوة. لكن مع بعض نقف في الثغر، مع بعض نقف في الثغر من اجل خدمة قناة الكارما ولاجل العمل بتاع ربنا في كل مكان. الحاجة التانية اللي احب اقولها لكم، لو حد ربنا يحط على قلبه ان يكون معانا شريك شهري، لان المصاريف كتيرة جدا جدا. انا مش بتكلم على 100,000 في الشهر ولا 200,000، بتعدي كده المصاريف كتيرة، لكن نقدر مع بعض. قناة الكارما ملهاش اي مصدر، اي مكان بيدعمها غير حضراتكم. فاللي ربنا يحط على قلبه يكون شريك معانا باي مشاركه شهريه يبقى حاجه رائعه. واحنا موجودين برا في الاخر، هيكون في ترابيزه هنكون فيها، هكون موجود وهيكون في ناس تاني، نرحب بيكم ونديكم هديه كمان من قناه الكارما. ربنا يبارككم، ربنا يدينا وقت رائع. دكتور زكريا، اخ بيتر، اخ ايمن، ويكمل معنا الوقت ده. شكرا سامح. شكرا. شكرا صار. طب حبايب، بحب افكركم انه قناه الكارما في ترابيزه بره، اللي ربنا يسقله ان هو يكون شريك في قناه الكارما. انا بشجعك انك تعمل كده، هتلاقيهم موجودين في الاخر. ولكن اولا وقبل اي حاجه ما تنسوش ان انتم تشجعوا القناه دي بالصلاه. امين امين. هنسمع كلمه الله دلوقتي، بس احب افكرك بحاجه. اشعيا النبي كان بيقول ان كل جسم مريض وكل راس سقيم، مفيش جرح وإحباط. وأرميا كان بيتساءل ويقول أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ الجواب يوجد طبيب، بل الطبيب العظيم، شخص الرب يسوع المسيح اللي عنده الحل وعنده الجواب. هو الطبيب وهو الدواء أيضا، اللي عنده الدواء وهو الدواء لكل مشكلات حياتنا الروحية والنفسية والجسدية. ورب يسوع ده هو موجود في وسطينا النهاردة. احنا يمكن في جو احتفال، بس هو موجود في وسطينا النهاردة، وهو عنده كلمة هتوصلك وكلمة هتوصلك. بس نفسي بس قبل ما نسمع كلمة الله تعتبر ان الكلمة اللي هتسمعها من الدكتور زكريا دلوقتي مش وعظة. مش متعودين ان الطبيب العظيم يعني ترانيم ووعظ وخلاص، لا، دي كلمة ربنا بعته علشانك. الفرصة دي زي ما قلت لكم ما كانتش في الحسبان، فمش صدفة ان ربنا عملها كده، لكن ربنا عنده رسالة لكل واحد فينا، والرسالة دي شخصية ليك مش للي جنبك، مش للي جنبك. في ماساتشوستس في واحد اسمه مايك بوز، ده 911 أوبريتور، يعني بيقعد على التليفون طول النهار، شغلته الناس تتصل بيه في الطوارئ، فيقول له يجيله مكالمة عن حادثة عربية، يقول له أوكي اهدى أنا هبعت لك دلوقتي أمبولانس، أو هبعت لك المطافي، أو هبعت لك البوليس. واحد تاني يتصل بيه يقول له بيتي اتسرق، اهدى انا هبعت لك دلوقتي بوليس النكد. واحد تاني يتصل يقول له عندي حاله في هارت اتاك، اوكي انا هبعت لك الامبولانس. طول النهار دي شغلته، طول النهار على التليفون بقاله سنين كتيره. في مايو من سنتين مايك بوس في ماساتشوستس قاعد بياخد التليفون، فجاله واحد اتصل بيه قال له بيت جاري بيتحرق، قال له اوكي اهدى انا هبعت لك المطافي. ايه العنوان؟ اعطى له عنوان مايك بوس نفسه. بيقول انا متعود اني اخد numerous amount of phone calls، لكن لما عرفت ان بيتي انا بيتحرق والجاري بيتصل بيا وجاره ما يعرفش ان هو جاره ده هو 911 operator، قال انا اول ما عرفت ان بيتي انا اللي بيتحرق الوضع اتغير، الوضع اتغير جدا. اتس بيرسونال دلوقتي. قال لي بيقول اتصرفت بطريقه غريبه، فكرت بطريقه غريبه. ليه؟ لانه ده بيتي انا مش بيت اللي جنبي. الكلام اللي هنسمعه ده مش للي جنبك لكن ده ليك، ولو ربنا بلور لك ان الرساله دي ليك الوضع هيكون متغير.
خلونا دلوقتي كده نرحب برجل الله الدكتور زكريا ستورو اللي ربنا بعت لرسالة شخصية لكل واحد فينا النهاردة. مساء الخير. مساء الخير. طبعا سعيد جدا يعني بترتيب الرب انه نكون النهاردة في هاملتون، وانا متأكد انه ما كانتش صدفة علشان ما كانش فيه كنايس في تورونتو، لكن انا بتفق مع اخويا بيتر انه النهاردة مرتب من قبل الرب. امين. وانا شخصيا شاعر بحضور الرب بقوة في هذه الليلة. حد يشاركني بحضور الرب؟ امين. احنا شاعرين بجد بحضور الرب، نشكر الله. وعايز اقول كلمة بس بسيطة بمناسبة قناة الكرمة. من 4 شهور كنت في أريزونا، في فينيكس أريزونا، وبعد أول اجتماع أخت فاضلة يعني قابلتني بعد الاجتماع، وكانت قاعدة ورايا وأخدتني بالأحضان وقالت لي: أنت عارف أن ربنا استخدمك أني أنا أشفى من مرض الخطية، وكمان كان عندي مشاكل وهكذا. قلت لها: ستي أنا ما شفتكيش وأنا أول مرة أجي أريزونا. قالت لي: أيوة، من 6 سنين كنت لايف على قناة الكرمة، وكنت أنا عندي مرض معين وقلته، ويا رب هي تكون بتشاهدنا دلوقتي يا أخت عراقية، وأنا أنتوا كنتوا قلتوا اللي نفسه يجي للمسيح ويتقابل معاه يركع، فأنتوا ركعتوا قدام، أنا ركعت قدام التلفزيون بقول كده الكل بيشاهدوني كمان. قالت لي: كنت رحت الكم دكاترة، وطبعا عملت وليمة، كان حوالي 30 واحد، واحدة من أهلها في آخر يوم، وكانت وليمة جميلة، وفعلا كانت جات للرب عن طريق خدمة الطبيب العظيم وهي في أريزونا، وإحنا لسه ما رحناش أريزونا، إن شاء الله هنروح، ولكن عن طريق قناة الكرمة. فإحنا بنشكر رب لأجل العمل العظيم ده، نشكر رب لأجل أخونا صامويل، وبنصلي إنه الناس اللي بيشاهدونا بشكل خاص في الشرق الأوسط، أنا بشكر رب لأن الكرمة بقت على النايل سات، ومش بجامل حاجة، وأنا راجل خادم في كل قناة، بس عايز أقول أنه أشكر رب أن البيوت في القرى والعزب في مصر وفي الشرق الأوسط مثبتة تقريبا قناة الكرمة عندهم على النايل سات. فمرة تاني نحيي هذه القناة ونحيي الناس اللي بيشوفونا على قناة الكرمة. وقبل ما هوعظ هلقص الوعظة صغيرة قوي، لكن هاخد كمان ترنيمة ممكن مع أخونا أيمن كفروني، صح؟ أمين. هنقول ترنيمة، أنا هطلب طلب يمكن ما أعرفش يكون كويس ولا إيه. أنا الترنيمة دي مرات كنا في لوس أنجلوس وما كانش فيه مايك، ولا ما كانش فيه آسف موسيقى، بازل يعني كان الموسيقى معطلة، فرنمها من غير موسيقى، ومن ساعتها حبيت أسمعها من غير موسيقى إذا كان ده يوافق. ترنيمة بتقول: منك حياتي وعمري فيك ابتدى. حاول تفكر في الكلام ده. وانا قلت له: ازاي انت ألفت الترنيمة دي ولحنتها؟ شوف، في تعبيرات حتى لم ترد في الشعر العربي عامة، تعبيرات عظيمة جدا. يقول لك: كانت حياتي منورة بشموع، شوية هوى ونور الشمع يطفي، حتى السعادة مغمسة بدموع. ده قبل ما يجي للمسيح. وبعد كده تعال نسمع الترنيمة دي وحاول تتأمل فيها، ولو من غير موسيقى هيكون كمان بتقدر تسمع. اسمع معنا. منك حياتي وعمري فيك ابتدى، وكل اللي عشته قبلك عشته سدى. منك حياتي وعمري فيك ابتدى، وكل اللي عشته قبلك عشته سدى. مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك؟ مين اللي كرمالي ترك عرش السماء غيرك؟ مين اللي كرمال احتمل كل الألم غيرك؟ مين اللي كرمال ترك عرش السماء غيرك؟ انت اللي فيك تنكشف أسرار، عندك بدأ وبينتهي المشوار.
انت اللي فيك تنكشف اسرار عندك بدا وبينتهي المشوار. يا ناس شوفوا هالعجب حب السماء كله انسكب. يا ناس شوفوا هالعجب حب السماء كله انسكب. رب الدنيا عني انصلب ضحى بنفسه صار كبش الفداء. كانت حياتي منورة بشموع شوية هوى ونور الشمع يطفي حتى السعادة مغمسي بدموع وبالكذب كان الفرح متخفي. كانت حياتي منورة بشموع شوية هوى ونور الشمع يطفي حتى السعادة مغمسي بدموع وبالكذب كان الفرح متخفي. يا من خدعت بناس ظنيت انن راحتي وكل الامل فيهم ويا ما وسقت بناس حب الي عن مصلحه وازعلت ارضيهم. يا من خدعت بناس ظنيت انن راحتي وكل الامل فيهم ويا ما وسقت بناس حب الي عن مصلحه وازعلت ارضيهم. وحده يسوع اللي اعتنى بخاطي واثيم مثلي انا بخاطي واثيم مثلي انا مثلي انا مثلي انا. مين اللي كرمال احتمل كل الالم غيرك؟ مين اللي علشاني ترك عرش السماء غيرك؟ مين اللي كرمال احتمل كل الالم غيرك؟ مين اللي علشاني ترك عرش السماء غيرك؟ انت اللي فيك تنكشف أسرار عندك بدأ وبينتهي المشوار. انت اللي فيك تنكشف أسرار عندك بدأ وبينتهي المشوار. يا ناس شوفوا هالعجب حب السماء كله انسكب. يا ناس شوفوا هالعجب حب السماء كله انسكب. رب الدنيا عني انصلب ضحى بنفسه صار كبش الفداء. آمين. تعالوا نقف مع بعض عشان نقرأ كلمة الله. تعالوا نقف نقوم مع بعض. هنقرأ آية النهاردة أو آيتين مشهورين جدا قالهم الرب يسوع المسيح الحلو اللي كل الترانيم النهاردة كان بيتكلم عن حلاوة المسيح وطيبة قلبه. وأنا بأدعو كل مشاهد بيشاهدني الآن على قناة الكرمة أو من حضرات الحاضرين اقرأ الإنجيل. عايز يعني ما تاخدش حكم مسبق. في ناس كتير مسيحيين بالاسم مثلا وبيقول لي بس المسيح ما عرفش ما وقفش معايا في الموقف ده ويتهم المسيح علشان ظروفه مثلا مريض أو غير. بس أنا بقول له أنت ما تزعلش مني، أنت ما تعرفش مين المسيح لأنك ما قريتش حتى الأربع أناجيل ما قريتهمش. فتعالوا نقرأ آية من الآيات الجميلة في إنجيل متى وأصحاح 16 ومن عدد 16 26 متى 16 26
قال المسيح باسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد آمين. اللي حافظ الآية في ناس هتكون حافظاها قولوا معايا، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح، أنا عايزكم تقولوا معانا بصوت عالي عشان الناس اللي في التلفزيون يحسوا إنه في ناس بيقولوا الإنجيل بصوت عالي، ممكن؟ يلا، هو عيب هنا في هاملتون إنه الناس تقول الإنجيل بصوت عالي؟ خطية يعني أو حرام؟ لا طبعا. قول معايا، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. أستأذنكم نقرأ الآيتين دول مرة تانية، عدد 26 و27، يلا مع بعض. لأنه ماذا لو ربح وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. أمين. خليك وانت واقف وانا واقف نقضي دقائق في الصلاة. أرجوك، أنا بدعوك بالذات إخواتي وأخواتي اللي قدام الشاشات كمان في العالم كله، سواء في الشرق الأوسط أو في نورث أمريكا أو في الكاريبيانز أو في أي مكان بيشاهدونا، قل له يا رب أنا النهاردة مش عايز أسمع بني آدم، يا ما سمعت وعظ يا رب، أنا محتاجة أتقابل معاك زي ما سمعنا في تعليقات أخونا أيمن، أنا محتاج عينيا تشوفك يا رب، ما أنا ممكن أضيف وعظة جديدة لوعظات كتير أنا حافظها يا رب، لكن نفسي أشوفك. الحل في المسيح، صدقني الحل مش كلام عن المسيح أو وعظ عن المسيح، الحل إنك تتقابل معاه شخصيا، هو موجود. وعد وقال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة إلى اسمي هناك أكون في وسطهم، هو حاضر في هذا المكان. صلي معايا، قل له يا رب أنا جيت أشوفك النهاردة، أنا جيت أتقابل معاك. أطلب من أخويا رأفت إنه يجي يقدم كلمة صلاة لأجل كلمة الله، صلاة قصيرة. فأنا إذا كان أخونا رأفت هيصلي لأجلنا، لكن أتمنى أن أنت كمان تقول يا رب عايز أشوفك، يا رب أنا عايز أتقابل معاك، يا رب أنا عايز أشعر فعلا بحضورك في هذه الليلة. حبيبنا الغالي ربنا يسوع، نشكرك من كل القلب لأجل زمان النعمة، ولأجل الباب المفتوح، ولأجل قلبك المفتوح. نشكرك لأنك ما زلت تقدم الدعوة لكل خاطٍ أثيم لكي يقترب إليك ويضمن الحياة الأبدية. نشكرك لأنك تردد علينا هذه الكلمات الرائعة، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. نشكرك من كل القلب لأنك قدرتنا فجيت مخصوص ووضعت حياتك لأجلنا. كل شخص يحتمي فيك ويؤمن بشخصك ينال حياة أبدية. مرة أخرى بنشكرك لأجل كل هذه الفرص الرائعة التي ترتبها والتي فيها تجدد الدعوة لنا ولكل واحد فينا، كل بنفسه باسمه. يا رب من فضلك اعطي عبدك كلاما عند افتتاح الفم، واعطي لقلوبنا أن تكون أيضا مفتوحة لسماع كلمتك، لتسقط كلمتك على قلوبنا فتأتي بثمر لمجد شخصك. مرة أخرى بنسلمك فرصتنا وتتجه أنظارنا إليك وننتظرك، لك كل المجد. آمين آمين آمين. شكرا، فضلوا أماكنكم. مرة تانية تعالوا نكرر الآية دي، ووعدكم أني هتكلم كلمات قصيرة لأنه أنا عارف الإرسال لي وقت محدود، وهتكلم كلمات بسيطة بس أتمنى نكون حفظنا هذه الآية. حاول تقولها معنا لأنه دي من أروع وأعمق الكلمات اللي قالها الرب يسوع المسيح. قول معايا، يمكن أظن أغلبنا نكون حافظينها بس يمكن في حد أول مرة يسمع الآية برضو هتحفظها. قول معايا، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد
حسب عمله، علشان خاطري قولوها معايا مرة تانية، لأنه الآية ممكن من غير وعظ أنت، بس أتمنى أنت لما تروح بيتك النهاردة الجمعة ويك إند، لو أنت مثلا متعود تلعب قمار، ما فيش قمار في هاملتون نشكر الله، أو متعود أي حاجة ورحت بديت تعمل اللي بتعمله، لو الآية دي بالذات جات قلبك هتلاقي نفسك مش قادر تعمل خطيئة. قول معايا مرة كمان، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه، لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. آخر مرة، المرة الثالثة والأخيرة هبدأ، وحضراتكم هتقولوا وأوجه الميكروفون، وكل الناس اللي على التلفزيون في الشرق الأوسط هيسمعوا حضراتكم. يلا ما تكسفونيش أنا واثق، يلا. لأنه أمين. الآية دي قالها المسيح، علشان بس أقول توقيتها، قالها المسيح مباشرة قبل التجلي. إيه التجلي؟ التجلي أخذ الرب يسوع المسيح ثلاثة من تلاميذه، بطرس ويعقوب ويوحنا، وصعد على جبل عالي، وفجأة شافوا مجده، تغيرت هيئته قدامهم، وشافوا مجده، شافوا وشه زي شمس في لمعانها لدرجة ما قدروش يبصوله، وثيابه منورة زي أكبر قصار ما يقدرش يعملها، يعني يعمل ثياب لامعة، وظهر مع موسى النبي وإيليا النبي، وكانوا بيتكلموا عن خروجه إلى الصليب. وبطرس حتى ارتعب جدا، رسول بطرس، وقال له جيد يا رب أن نكون هنا نصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، لكن الآب السماوي اتشال موسى وإيليا وقال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا، ولم يروا إلا يسوع وحده. وأنا لاحظت النهاردة أن أغلب الترانيم اللي رب قاد أخوي الحبيب أيمن كفروني بتكلم عن جمال المسيح. أنا النهاردة هتكلم معاكم باختصار شديد جدا في ثلاث نقاط في الآية الحلوة دي، يا رب تركز معايا، هكون محدد للغاية. هتكلم كلمة عن عالم الفناء. قال المسيح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، لو حد ربح العالم ده، العالم ده ايه وضعه، ايه عالم الفناء. لكن عايز اتكلم كلمة تاني عن ثمن الفداء، تعبير قاله المسيح، وماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه. مين يقدر يقدم فداء عن نفسه؟ للأسف ما كانش ممكن. عايز اتكلم كلمة عن عالم الفناء، وكلمة عن ثمن الفداء، واخيرا عن جحيم أم سماء. جاي المسيح، هو الديان، قال ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، يعمل إيه؟ حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. أنا عارف إن ناس كتيرة ما بتحبش تسمع عن يوم الدينونة، بالذات المودرن، الوعظ المودرن في نورث أمريكا، يعني يقولوا بلاش تقولوا للناس إن في نار وسماء، حتى بلاش تقولوا كلمة خطيئة، قولوا ما تقولش سن خطيئة، قول رونج مستيك، ما تجرحش مشاعر الناس، بلاش قوي حكاية السماء والنار دي، انت ليه بس؟ قول لهم وعظهم عن المحبة، عن السلام، احنا ناس تعبانة، يعني انا محتاج اشيل اكتر من 33% من الكلام اللي قاله المسيح بشفتيه في الاناجيل الاربعة عن ان في سماء وفي جحيم. إذا الناس حبتنا هنوعظ عن السماء والجحيم والدينونة، وإذا الناس زعلت مننا برضو هنوعظ عن السماء والجحيم والدينونة. هذه كلمة الله. القصة اللي حكاها أخويا بيتر بتحكي عن الراجل لما جات له مكالمة بتقول له بيتك أنت بيتحرق، الأمر مختلف، والأمر متعلق بحضرتك مش اللي جنبك، وانت أخويا اللي قدام التلفزيون، أمي سيب الفول دلوقتي، إذا أنت في الشرق الأوسط بلاش فول وبصل دلوقتي، ركزي معايا كلي بس بعد ما، وركزي لهي ربع ساعة،
خليك معايا وصلي مع الكلام متعلق بك انت بي انا. مرة عشرة اتكلم كلمة عن عالم الفناء، قال المسيح ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وعمل ايه وخسر ايه؟ نفسه. الكلام يختص بك انت شخصيا نفسك. ليه العالم ده عالم الفناء؟ بس اقول كلمة، كلمة عالم في الكتاب المقدس يعني بيها ثلاث حاجات. ممكن يعني بيها الخليقة العظيمة، ده في البدء خلق الله السماء والأرض، ودي عالم جميل، عالم كل ما بنشوف الخليقة الحلوة بتاعت ربنا نقول ما أعظمك ما أعظمك. وممكن يكون بيتكلم عن الناس، هكذا أحب الله العالم، والعالم اللي هم الناس دول ربنا بيحبهم جدا ودول ناس حلوين. لكن في عالم، كلمة عالم أي نظام شيطاني، هتكلم كلمة عنه. كل العالم يقصد بالنظام الشيطاني اللي احنا حواليه ده، اللي رئيسه إبليس. الميديا مهدفة بالشيطان، نشكر رب لأجل الميديا. يمكن في نورث أمريكا أفضل، أنا بستغرب الميديا في أوروبا يعني تقشعر لها الأبدان الطبيعية، الميديا الطبيعية من غير ما تعمل قنوات كده بتفتح، لو أنت بتفتح نشرة أخبار في أوروبا يعني الميديا، الفكر الشيطاني عن تدمر الأسرة. تخيل يا أخي في أوروبا إذا أنت بتلاقي واحد ومراته وعياله تفرح، لأنه ده شيء نادر. قال لي صديق في أوروبا أنه بنته في فصل في أحد دول في الإسكندنافية، بنته في فصل فيها 33 ولد وبنت، هي الوحيدة اللي أبوها وأمها معاهم، كل الباقي يا معاه أمين يا معاه أبين. أنا في كندا ما أقدرش أحكي أكتر من كده، يا إما مع طرف يا إما قصص كده. يعني إبليس رئيس هذا العالم يدمر البيوت. هذا هو العالم كنظام. ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، العالم اللي رئيسه الشيطان. عايز أتكلم كلمة عن عالم الفناء. بالنسبة لعالم الفناء ضد الله، اسمع كده ماذا يقول. أيها الزنات والزواني، زنا روحي مش زنا حرفي، أيها الزنات والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله، فمن أراد أن يكون محبا للعالم، اسمع الكلمة دي من الكتاب المقدس مش أنا جايبها من عندي، فقد صار عدوا لله. هتقول لي ليه العالم عداوة للآب؟ صلى المسيح في يوحنا 17 أيها الآب العالم لم يعرفك، وقال المسيح العالم يبغضني لأنه يبغضكم لأنه قد أبغضني. العالم النظام كعالمي ضد الآب ضد الابن. وتكلم المسيح في يوحنا 14 عن الروح القدس، قال الروح القدس لا يعرفه العالم لأنه لا يقبله، لا يقبل الآب ولا الابن ولا الروح القدس. العالم في عداوة، عارف ليه؟ النقطة الثانية بالنسبة للعالم، لأنه رئيسه إبليس. ثلاث مرات في إنجيل يوحنا قال العالم كنظام، قال المسيح رئيس هذا العالم يأتي. مين رئيس هذا العالم؟ إبليس. هيجي وقت يتغير، يجي المسيح مرة تانية ونعيش في السماء ويتغير الوضع، لكن دلوقتي العالم ده رئيسه إبليس. لما كنت أخدم في التسعينات في أوروبا نوزع كتب مقدسة، أتذكر كنت في ميدان في برايت شيلد براخت في برلين، وجاني راجل سويسري كده قال لي انت ايه ده بتوزع الكتاب المقدس؟ قال لي انت بتشغل ايه؟ قلت له انا طالب في كلية الطب. قال لي يعني متعلم بالانجليزي؟ قلت له اه. قال لي هذا الكتاب الذي عفى عليه الزمان. قلت له الكتاب المقدس ده حياتي مهما انت تقول عليه. قال لي اه، ما انت عندكم في الشرق الاوسط في فقر وفي جوع وفي كده، انتوا محتاجين ربنا، ما فيش ربنا. وبعدين لو في ربنا تبقى مصيبة تقدر تدافع عنه. قلت له انا ما ادافع عن ربنا، ده ربنا العظيم. قال لي شوف الفقر، شوف الحروب، شوف المجاعات، شوف الاوبئة، يبقى الله ظالم لو كان موجود. قلت له لا، العالم من ساعة ما الخطية دخلت ما بقيش الله هو الملك فيه. هذا النظام الشيطاني عدو الله، رئيس هذا العالم هو إبليس. قال المسيح رئيس هذا العالم يأتي ولكن ليس له فيه شيء. وقال الرسول يوحنا العالم وضع في الشرير. يعني لما تجيب كوباية مية وتجيب كوين عملة
وتحط الكوين في الكباية، يبقى الكوين في الكباية والمية مغطية أو في البحر. أهو العالم غايص في إبليس. الميديا بتاعته، مرة تاني برجع للميديا لأنها مؤثر شديد، وعشان كده بنرجع للقنوات زي القناة الكارما اللي بتذيعنا دلوقتي. بنشكر الرب وسط الأثير الملوث بهذه القنوات الشيطانية تيجي قناة تمجد ربنا يسوع المسيح، وهدفها مجد المسيح، هذا يفرح قلوبنا. الفلوس، فالعالم ضد المسيح، والعالم ضد الآب وضد الابن وضد الروح القدس. محبة العالم إعلان عداوة لله، لأن العالم صلب المسيح. قال الرسول: أما من جهة رسول بولس فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. حد فاكر الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم؟ لماذا؟ قال لأن العالم أسلم المسيح للصليب. فالعالم كنظام ضد المسيح. محبة العالم عداوة لله، لأن العالم رئيسه إبليس. بس أقول كلمة أو كلمتين بساط وأنقل للنقطة الثانية. العالم ده مش هنقدر ناخد منه حاجة كنظام وحتى كخليقة. هات كتابي. وأنا أذكر أني ذكرت هذه الآية أكثر من مرة في طبيب العظيم. بس طلع معايا كده يا أخويا الحبيب، طلع لنا على الشاشة لو أمكن تيمساوس الأولى 6. وأتمنى من كل شخص بيشاهدني على التلفزيون دلوقتي أو حاضر في القاعة يحفظ هذه الكلمات جيدا، لأنه هو هيقتنع بيها بس مش راضي، يعني بيحاول يهرب منها. تيمساوس الأولى 6 بيقول كده، عدد 6: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. عارفين طبعا أنا ما بحبش، يعني مش بفضل طريقة الوعظ اللي فيها دايما الواعظ يتكلم عن الكفن، لكن من ضمن الحاجات اللي ما قدرش أنساها الناس البسطة بتوعظ بيها في القرية أو في الضيعة، يعني يقول لك الكفن ملهوش جيوب. يقول بعض كده، يعني لم ندخل العالم بشيء. قال أيوب عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. فهذه الآية بتقول لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء حتى لو ربحته أرضيا. يعني الغني الغبي مثلا في لوقا 12 قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وكده. ربنا قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون. مش هتاخد معاك باسبور كندي، هو حلو بس مش هتاخده معاك، ولو خدته معاك مش هيفيدك يعني ولا حاجة. مش هتاخد معاك البيت الجميل اللي ربنا اداهولك، ده كرم من ربنا البيت اللي عندك، واللي عندك حلم كبير لناس كتير، بس مش هتاخده معاك. مش هتاخد معاك، هو هنا دولار كندي، 75,000 دولار كندي كل اللي حوشتهم لغاية دلوقتي، ده العالم بالنسبة لك. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم؟ 75 دولار كندي مش هتاخدهم معاك. وانت مش أشطر من المصريين القدماء، مش علشان كده أنا مصري، لم أكن مصريا لا تمنيت أن أكون. المصريين القدماء بجد، حتى الفرنساويين حاولوا يقلدوهم، كانوا، انت عارف كم الكنوز اللي في مصر جوه المقابر في الأهرامات وكده بمليارات الدولارات بعد اللي سرق، يعني ده عشر اللي باقي. كان الفرعون المصري يؤمن بالخلود فيدفنوا معاه الذهب والحاجات، توت عنخ آمون، كم الحاجات، بس اتاخدت. شارلمان الفرنساوي حب يقلده، عارفين طبعا قصة ذكرتها في الطبيب العظيم، فعمل يعني جهز لنفسه القبر. وهنا على فكرة في بلادكم القبور غالية جدا، يعني فخلوا بالكم الموضوع ده بجد مشكلة، فحاول انت بالذات بدري علشان بعد كده بيساوموا. مش مهم الموضوع ده، المهم شارلمان جهز القبر، الراجل جهزه من ذهب رخامه وبعدين مطلي بالذهب، وعمل توب كفن ذهب، وعمل كراون تاج ذهب، وصولجان ذهب حطه، وكتاب مقدس معمول بالذهب والدفن وهو قاعد على قال لك اقلد المصريين، انا مش اقل، انا فرنساوي. بعد اول عيد راحوا فتحوا المقبره
لقيوا راسه وقعت جمجمة، ما عرفوش يحنطوه زي المصريين، وصباع طالع كده. بس بأمانة حتى في الموسوعات، مش قصة أنا مخترعها، في برنامج حياتك في قصة حقيقية. ليه الكتاب المقدس واقع وحتة صباع فاتحة كده؟ تعرف كانت فاتحة على إيه؟ على متى 16:26. إيه متى 16:26؟ لا أزعل قوي، ما اللي حافظين بنحفظ فيه من الأول إيه؟ إيه متى 16:26؟ لأنه، قول معايا عشان تشجعني، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم؟ يا شارلمان ده مكتوبة في الكتاب. أنت بيت عظم يا شارلمان وما خدتش حاجة معاك. العالم رئيسه إبليس، العالم كنظام ضد الله، العالم مش هنطلع منه بحاجة. العالم فيه إيه؟ يقول كل ما في العالم، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. تعظم المعيشة مش يعني يكون عندك، وأنا ذكرت ده أكتر من مرة برضو، مش إن يكون عندك عربية مرسيدس محترمة، ده بركة. لكن تعظم المعيشة يعني غرور العظمة والغنى. يعني ياما في نورث أمريكا ركبت مع ناس عندهم مرسيدس أو أفضل العربيات وأحلى البيوت، وما كانش عنده تعظم معيشة، كان متضع جدا ويفتح لك الباب مش بتمثيلية وقمة الاتضاع، عنده فلوس، يبقى ليه ما فجايب بالاتضاع. وفي القرية المصرية يركبوا الحمار، ما يمكن انتوا اغلب الناس عراقيين هنا، ما في حمير بيركبوه هناك، فتلاقيه عنده تعظم معيشة وعنده حمار، ما عندوش عربية، بس عامل له حاجة اسمها بردعة، اللي في مصر هيشوفوني على الشاشة ينبصوا ويضحكوا، وقاصص شعر الحمار اهرامات كده، اللي هي بتاع راس الحمار، بتلاقيه ماشي كده عليه، عارف عنده تعظم معيشة، حاس انه تسلم عليه ما يردش عليك، حط السيجارة كده، قال تعظم معيشة، يعني راجل حاس ان هو حاجة. كل ما في العالم، شهوة الجسد، وحط تحتها اكل شرب. الاكل والشرب مهم جدا، بس في ناس مكتوب عنهم الههم بطنهم، عايش علشان بياكل مش بياكل علشان يعيش. يا مناس، الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفكرون في الارضيات. شهوة الجسد، شهوة العيون. واهم عدو في حياتي عيني، قال المسيح إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، وإن كانت عينك بسيطة، سيمبل آي، يعني بتشوف حاجة واحدة مش كومباوند آيز، جسدك كله يكون نيرا. خلي بالك من عينيك. أيوة أنا ما كنتش أقول الآية، بس في حد قالها، قال إن عثرتك عينك فاقلعها والقيها عنك. خلي بالك من عينيك. عينيك دي اللي على الانترنت، اللي على التلفزيون، اللي في المكتب، اللي في الشارع، ممكن تسمم كل جسدك. هذا جزء من العالم، انك عايز تنظر زي ما انت عايز، عينك مش نظيفة، علشان القلب شرير فالعين شريرة، تشتهي حاجات مش ليها، تنظر وتحاول تاخد حاجات مش من حقها. ناهيك عن الخيانات الزوجية، ناهيك عن تعظم المعيشة ولعب القمار. وبالمناسبة لا يوجد لاعب قمار بيكسب، بس هو عنده تعظم معيشة، عايش على أمل. في الدول الاسكندنافية في السويد والبلاد دي لما بروح، لاحظ عدد السكان قليل، لاحظت إني مرات المول يبقى فاضي خالص إلا مكان القمار، يشهد الرب، لقيت طابور ما هناك في السويد، أقول له هو الناس راحوا فين؟ هو فين أهل البلد اللي مش موجودين؟ الناس قليلين والأماكن واسعة إلا على مكان القمار. تبص تلاقي منتظرين بعض، والراجل يقول له خلص، مع إنه هناك بلاد، والراجل بيلعب براحته، في ناس عواجيز كل اللي بياخدوه بيلعبوا بيقمار وماسك البل. هذا ما في العالم. لكن ما هي نهاية العالم؟ اسمع ماذا يقول. هيئة هذا العالم تزول، في كورنثوس الأولى 7. على فكرة انتوا عارفين موضوع نهاية العالم، بيقولوا عارفين انتوا النبوة بتاعت الراجل، قال لك بكرة
بكرة الساعة كم؟ أنا عايز أقول له صدقني ممكن تكون الليلة، بس خليها تزول. هي بيتنا ده بالنسبة لك بيتك العالم؟ لو ليك مكان في السماء يبقى العالم مش بيتك، بس لو مالكيش يبقى ده بيتك، تبقى مشكلة، خلي بالك. لكن أنا، أبونا مكاري يونان قال الترنيمة دي، لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني، أنا ليا بلد تاني، خلي العالم ينتهي، مش مهم، أنا مسافر وطني. هيئة هذا العالم تزول، عالم الفناء. لكن أتكلم كلمة عن ثمن الفداء، ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ للأسف وقت بينتهي علشان محتاج، وإحنا على الهوا ناخد ترنيمة كمان ونصلي. اسمع، قال المسيح ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. زمان ربنا عمل فداء لآدم وحواء، فاكر لما عملوا خطية حاولوا يستروا نفسهم بورق التين، حسنوا عريانين، دبح الله ليهم حيوان وكساهم، وكانت هذه أول ذبيحة، ضحية، أضحى. بعدين قايين مرضيش بذبيحة يقدمها ضحية، يعني مرضيش بذبيحة يقدمها حيوان يدبح، قال أنا أحاول بأعمالي، ربنا ما قبلهوش وقبل هابيل والذبيحة. ثم نوح قدم ذبائح، ثم إبراهيم الله قال له خد ابنك واذبحه، يعني الذبيحة جاية من السماء، طيور السماء زي ما كانت في حياة نوح، ثم إنسان طبعا، بس قال له بعد ما تذبحوش أنا أذبح خروف بدل، أنا لا أقدم ابني، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، ثمن الفداء. بس دايما الخروف أقل من الإنسان، وإحنا عايزين فادي يقضي كل البشر. صدقني صدقني، الإيمان المسيحي ليس ضد العقل، ربما يسمع عن العقل مرات لكنه معقول جدا. إذا فكرت في أن الله من قديم الزمان يبحث عن ضحية، عن فدية، إيه الفادي اللي ممكن يفدي البشر؟ ما هي الشروط؟ 5 شروط هقولها بسرعة جديدة، يا رب تفكر فيها، وأخواتي اللي قدام التلفزيون، وأختم في الكلمة الأخيرة. الفادي لازم يكون أعظم من كل البشر، لأنه إزاي يفديني؟ الحيوان ما ينفعش، كان كل مرة يقدموا حيوانات، الحيوان ما ينفعش، لازم الفادي يبقى بيفديني أنا، وفي نفس الوقت يفدي أيمن ويفدي بيتر ويفديكي. فادي كبير قوي. لما شاف المعمدان يوحنا المعمدان المسيح قال هوذا حمل الله، دي الذبيحة، هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة إيه؟ العالم. عايزين شخص عظيم جدا أعظم من كل البشر، ده رقم 1. لكن رقم 2 لازم يكون إنسان. ليه لازم يكون إنسان؟ لأن الله روح والملائكة أرواح والروح ما يموتش، فلازم عقوبة الخطية اللي يدبح فيها يدبح في جسد. يقول لك ما كان عاجزا بالناموس، رومية 8:2، الله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية في جسد المسيح، حينما حمل المسيح خطايانا في جسده على الخشبة. لازم يكون إنسان لأن الله ما يموتش، بس هذا الإنسان لازم يكون غير مخلوق. عارف ليه؟ لأن أي عملية انتحارية، لو أنا هموت مثلا أقول بالروح بالدم أفديك أيمن كفروني وموت بداله، يبقى أنا بنتحر. خلي بالك أن أنا نفسي مش ملكي، قال المسيح عن نفسه لأن هو الله الظاهر في الجسد، لي سلطان أن أضعها، أموت يعني، ولي سلطان أن أخذها أيضا. فالوحيد اللي نفسه مش ملكه لازم الله يظهر في الجسد. ثم لابد أن يكون هذا الفادي مساوي لله، علشان الخطية موجهة ضد الله. شروط الفادي انطبقت في شخص واحد. هقول الآية وانقل النقطة الأخيرة واصلي معاكم. اسمع الآية العظيمة دي، الذي لنا فيه الفداء، الرب يسوع بدمه غفران الخطايا. عالم الفناء ثمن الفداء دم المسيح. افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، اليهودي كان يقدم حاجة اسمها فضة الكفارة، نص شاقل كده زي حوالي 2 دولار يعني كده، لكن احنا افتدينا لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح
معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. عالم الفناء ثمن الفداء. واختم كلامي بجحيم أم سماء، وهنا أصلي مع حضراتكم، لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، اسمع، ليجازي كل واحد حسب أعماله. لو أنت بتقول أني أنا أوصل السماء بأعمالي، هتجازى بأعمالك، ولا واحد فينا بأعماله هيقدر يوصل السماء. أرجوك افهم، الكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا معا. علشان كده الله قدم الخلاص هدية، قدم الخلاص ايه؟ هدية. لو بالأعمال هيجازيك بأعمالك وتنتهي حياتك. قال بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. تيجي تقبل العمل اللي عمله المسيح، مكتوب كده أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله يعني هدية الله حياة أبدية. في يوم قريب، يمكن بكرة زي ما الراجل ده قال، ويمكن بعده، ويمكن الليلة، المسيح يجي تاني. والمسيح هو الديان، هو الديان لأنه حقه يدين، لأنه هو اللي مات وقام، وهو الله الظاهر في الجسد الخالق. هو الديان. الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى الدينون الابن. يا ترى تحسبها ازاي؟ هل تحسبها انك تحاول تكوش كم الف جديد؟ هل تحسبيها انك تحاول تعملي كم بوتكس جديد في وشك؟ مش غلط زي ما قال، بس ماذا ينتفع الانسان لو ربح؟ احنا مش بنعمل يأس، احنا بنقول لك هناك شخص عظيم اسمه الرب يسوع المسيح بيدي هدية اسمها الحياة الأبدية، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له. كل الناس اللي تقابلوا مع المسيح، يعني في ست من السامرة قعدت مع نص ساعة، طلعت واخدة عطية. لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلم، خدت الهدية وبقت خادمة عظيمة. في واحد اسمه زكا طلع فوق الشجرة كده عشان يشوف المسيح، قال له المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. هل تأخذ قرار أنك تيجي للمسيح الليلة؟ يعني تيجي ليه؟ المسيح بعد ما مات 3 أيام في القبر قام، وهو الآن موجود في وسطنا. أتمنى أنك تصدق، هذا هو الإنجيل، وأتمنى أنك تجيله وانت شايف الجروح اللي مالية جسمه والدبحة اللي الدبحة بدالك الفادي، وتقول له اختارك انت ما اختارش العالم. ان عملت كده النهاردة من قلبك يبقى ليك حياة ابدية 100%، مش 99.9%. واذا حاولت انك تكسب العالم وتخسر المسيح وتخسر نفسك، انت خسران. هذا هو الانجيل اللي احنا جينا نقوله في هاملتون. كان نفسي اطول معاكم بس وقت عشان الهوا فاضل له 10 دقائق. اخوي ايمن هيقول ترنيمة، وانا عايز قبل ما هو طالع تقول معايا الآية، كررها، لان الآية دي عظيمة جدا. قول معايا، ممكن تساعدوني عشان انا عارف ان حفظتوها، بس عشان دايما ترددوها. قول معايا، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ لان ابن الانسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ليجازي كل واحد حسب عمله. يسوع الفادي الآن فاتح إيدي ليك، بيقول لك عندي هدية، إذا قبلتها الموت ما يخوفكش. هذا ليس خيالات ولا دغدغة عواطف ولا طموحات ولا عظات، هذا هو الإنجيل. إن قبلت عمل المسيح لأجلك، قال المسيح قد أكمل، يعني أنا وفيت العمل، إذا جيت له بس بشرط أنك تقول له أنا بكره العالم، مش الناس، بكره الخطية، التوبة دي بقى، يا رب أنا بكره الأمار، أنا مش هقدر بس حررني، أنا بكره المخدرات، أنا بكره الخيانة الزوجية، أنا بكره البيت المنفصل والطلقات اللي احنا على وش الطلاق، أنا بكره ده، أنت اللي تقدر تغيرني يا رب، أنا بدي ضهري للعالم،
مش عايز العالم بجماله بفلوسه بنظامه، انا بختارك ايها المصلوب وبرمي العالم ورايا. هنا ده التوبة. الله الان يأمر جميع الناس ان يتوب. هل تأتي اليه؟ غمض عينك في مكانك، غمض عينك كده واسمع الترنيمة الحلوة دي. إنني ربي عارف ذنبي، قد تقصيت وتهت عن دربي، اغسلني ربي بدم الصليب، أنت يا من جئت بالفدا العجيب، اغسلني ربي بدم الصليب، أنت يا من جئت بالفدا العجيب، أدن منك الآن يا مصدر الحنان، أدن منك الآن يا مانح الغفران. قبل ما أخونا أيمن يقول العدد الثاني في الترنيمة دي، أنا بركع في هذا المكان وباجي دعوة لكل شخص بياخد قرار انه يرجع للمسيح. اذا فعلا النهارده ربنا كلمك وعايزنا نصلي معاك حبيبك في صليبك، في صليبك احظى بالسلام، في ظل دمك، في ظل دمك اغسلني ربي بدم الصليب، أنت يا من جئت بالفدا العجيب، اغسلني ربي بدم الصليب، أنت يا من جئت بالفدا العجيب، أدن منك الآن يا مصدر الحنان، أدن منك يا مانح الغفران. الناس اللي على الشاشات كمان تقدر ترجع في مكانك. اذا انت النهارده بتختار الرب يسوع وبترمي العالم وراك وشعر ان ربنا بيكلمك، تعالى ارجع معايا هنا او ارجع قدام الشاشه. اذا فعلا بتاخد قرار انك تختار تعالى او ترجع في مكانك زي ما البعض بيركع، تعالى في هذا المكان قول له يا رب انا جاي لك، أنت تدعوني، أنت تهديني في كراحتي، في كراحتي وأنت تحييني، اغسلني ربي بدم الصليب، أنت يا من جئت بالفدا العجيب، اغسلني ربي بدم الصليب، أنت يا من جئت بالفدا العجيب، أدن منك الآن يا مصدر الحنان، أدن منك الآن يا مانح الغفران. الرب يسوع وأنت في مكانك يقدم لك الهدية سواء على الشاشة أو في مكانك، لكنه في نفس الوقت قال المسيح من يعترف به قدام الناس أعترف به أمام ملائكة أبي. مش غلط أبدا أنك تيجي وتركع وفي سرك تقول له يا رب أنا النهاردة بشكل خاص يوم 20 مايو سنة 2011 أنا بعلن يا رب أني بختارك مش بختار العالم، أنا يا رب عايز هذه العطية، تعالى استلم حياتي يا رب. يا رب خلي هذه الليلة ليلة عظيمة في حياتي وبيتي، أنا وبيتي بنجيلك. أتمنى أنك تقدر تترك مكانك في الترنيمة الأخيرة دلوقتي تيجي تركع معنا، في ناس ركعة قدام نشكر رب لأجلها، وممكن تركع في مكانك وممكن اللي قدام التلفزيون يركعوا. لكن أنا عايز أقول لك لو أنت قلت لنفسك ما هي وعظة زي كل الوعظات،
بالكلام اللي انت سمعته، لانه من الانجيل مش لانه مني، شهاده عليك. رب يدعوك النهارده تعالي له، رب يدعوك تعالى له، تعالى اركع معانا. الكاميرا هتكون موجهه على الاخ ايمن مش عليك، بس تعالى صلي معايا اذا حبيت ان نصلي لاجلك. ناس كتير بيتصلوا بينا بالعشرات ويقولوا عايزين نصلي من اجلهم، هذه دعوه ليك عشان نصلي لاجلك، دعوه ليكي كمان. تقدر انت ومراتك وعيالك تطلعوا في اخر ترنيمه تصلي معانا وتركع في هذا المكان. تعالوا قدام شويه معانا. يا رب اشكرك يا سيدي. في بريه الفتور وسط وحشه الظلام، في مراره العذاب، في مراره العذاب تحت علقم الأثام، في برية الفتور وسط وحشة الظلام، في مرارة العذاب تحت علقم الأثام، مللت بعدي سئمت دربي وخار قلبي، فقمت راجعا مللت بعدي سئمت دربي وخار قلبي، فقمت راجعا بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابدي لك أعود يا ربي، بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابدين لك أعود يا ربي. أمين. إحنا أنت كانت الإرسال يمكن يكون خلاص انتهى من عندنا، بس الإرسال ما زال شغال في هذه القاعة. وأقول لكم حاجة، أقول لا يزعل مني أبوس على رأسه، بس حاجة في قلبي. أنا الليلة قدام الرب شاعر إن في ناس متكبرة قاعدة في المكان. أنا ماليش سلطان عليك، بس أنا بقول لك الشعر بالرب. إذا أنت عايش في الخطية وعارف إنك عايش في الخطية وبتخسر نفسك والمسيح حذرك، حتى زي ما متضايق من صوت العالي، أنا بقول لك البيت، البيت مش البيت هتحرق، أنت نفسك هترمي في الجحيم. إخلاصي بيخليني أقول لك كده. يسوع المسيح بيقول إنه جاي يدينك لو انت ما جيتلوش، وانت عارف ايه اللي مخليك مش جايله. متكبر مش عايز تركع، عايز انا يقولوا عليا فلان العراقي ولا المصري ولا بتاع ركع. انا اني ادعوك في هذه الليله مع اخر عدد ترنيم، اذا النهارده تحب تاخد قرار انك تيجي المسيح، مش ما فيش تصوير خاص اللي سيبنا الكرم، الرب يباركم. بس اخوات اذا كنا لسه يبقى على الشاشات صلى معايا، بس انا بتكلم لاهل القاعه. هي ليلة، هي ليلة في هاملتون، ما تيجيش للرب النهاردة. الفايدة تحضر خدمة طبيب عظيم وتطلع زي ما انت؟ ليه؟ هتقول الوعظة كانت ضعيفة. انا عارف الوعظة ضعيفة، الترنيم ما كانش حلو، الترنيم كان حلو جدا، بس انت ابليس اللي بيقولك كده. بس ده كله مش هيفيدك. انا بدعوك في اسم ربنا يسوع المسيح الا تخسر نفسك، تعالى الان في اسم الرب واركع قدامه. اذا عندك رغبة انك تبدأ حياة جديدة مع رب، اترك مكانك حتى لو في نص المكان وتعالى صلي معنا. خروجك مش هو اللي هيغيرك، بس اعلان توبه قدام الرب. تعال له، تعال له الليله. بحثت عن رفيق صدق الناس قد رجوته، صدق الناس قد رجوته. هل ترى يبقى الصديق، هل ترى يبقى الصديق؟ حب غيرك طلبت، بحثت عن رفيق صدق الناس قد رجوت. هل ترى يبقى الصديق، هل ترى يبقى الصديق؟ الحب ولا والصدق قل والقلب ملا، فقمت راجعا. الحب ولا والصدق قل والقلب ملا، فقمت راجعا بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابدين لا
لك أعود يا ربي بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا ربي. قبل آخر عدد ترنيم، آخر عدد ترنيم سأعيش لك عمري، هنقوله دلوقتي وأنا مش هتكلم تاني، وما عمري يمكن شفتوني على التلفزيون عمري ما أحب الإلحاح، وعمري ما هقول لك أبوس على رأسك توب، لأنه مفروض أنت اللي تجري على خلاص نفسك. أنا مجرد ربنا بيقول لي حذر الناس علشان خاطر تضمن أبديتك. لو قلت لك كلام حلو يمكن تنبسط، بس أنا بقول لك ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. هل متأكد إن جاء العالم المسيح في هذه الليلة مش بكرة زي ما قالوا نهاية العالم؟ ليك مكان في السماء، المكان مش تعالى توب. يعني ايه اتوب؟ يعني صلي وقول له يا رب تعالى اسكن حياتي، انا مش هخسر العالم ولا اخسر نفسي. اني اشعر بالحاح شديد في هذه الليله ان الح عليك، وان كان قلبك قاسي شويه تعالى علشان خاطر مراتك وعيالك تعالى له، عشان خاطر البيت يعيش في سلام تعالى له. البيت اللي في سلام هو البيت اللي ساكن جواه المسيح عقبال عند بيتك، وانت قاسي القلب والبيت ما فيهوش المسيح في الشيطان. تعالى تعالى اعلن قدام الرب، قل له انا بيتي ليك الليله، انا ومراتي وعياله، انا مش هاخد حاجه من وراك. ويمكن سمعتوني عشرات المرات عمره ما شفتوني بالالحاح ده. زعلان عليك يا اخي، صدقني زعلان عليك. تخسر نفسك ليه؟ المسيح بيحذرك تعالى. اخر كلام قلته، ارجوك لاجل خلاص نفسك، احنا قلنا الحكايه وانت عليك التنفيذ. تعالى خلي الليله للتوبه، اترك مكانك، اترك مكانك وصلي. مفيش تصوير للناس اللي بيصلوا، لكن السما تصورك وتقول فلان رجع، ترجع بيتك انسان جديد. لازم يجي زلزال عشان تفوق. يعني تعالى يا اخي تعالى، شايف راجل وطفل وطالعين، شيء جميل حتى لو هو مؤمن حقيقي، يخلي الولد يحس انه ركع قدام المسيح، حاجه جميله. تعالى قدام، تعالى في اخر عدد صلاه، إني أرجوك لأجل بيتك يبقى حلو في المسيح، لأجل إنك تترك الأمار، لأجل المخدرات، لأجل الشتيمة والعصبية اللي فيه، لأجل البيت المخروب. تعالى، ما عنديش كلام تاني. وإذا كنت أزعجتك، أنا مش زعلان إني أزعجتك، أنا هدفي في الحياة إني أعمل لك تحذير زي اللمبة الحمراء، وإنت اللي عليك تجاوب. تعالى له النهاردة آخر ليلة عند الصليب في هذه الليلة. يا رب يا رب بروحك سأعيش لك عمري باحثا عن فكرك لأطيعك اختيارا أحيا طوع أمرك. سأعيش لك عمري باحثا عن فكرك لأطيعك اختيارا أحيا طوع أمرك. أحب ربي من كل قلبي صدى للحب لهذا أرجع. أحب ربي من كل قلبي صدى للحب لهذا أرجع. بنشيد العودة، بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابدين لك أعود يا ربي. بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع لك أعود. تعالي 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 تعالوا صلوا معنا. معلش يا أخ أيمن هتصلي لأجل الناس، بس سامحوني، أنتوا عارفين أنا مش هاخد حاجة إذا أنت تبت، بس يمكن أخد الكليب في السماء، بس ده مش الهدف. الهدف هو حياتك. أنا شفت ودخلت البيوت الخربانة اللي ما فيهاش يسوع مسحين بالاسم، وشفت البيوت الحلوة اللي فيها المسيح، عشان كده عطشان إنك تبقى للمسيح. إذا زعلت مني أنا بقول لك يا بخت البيت اللي فيه المسيح، أنا اختبرته. مجرد ما أدخل البيت اللي ما فيهوش المسيح أحس بخنقة، وتصعب عليا إنك ساكن في بيت ما فيهوش المسيح، في خمور، في مخدرات، في نجاسة. وأول ما أدخل بيت المؤمنين اللي فيه المسيح أشعر بسعادة وراحة.
ليه بيتك ما يبقاش كده الليلة؟ تعالاله أرجوك تعالاله. أخوي أيمن هيصلي لأجل الناس اللي راكعين دلوقتي، فما تحرمش نفسك، تعال للمسيح قل له يا رب غيرني. هيقترع عليك صلاة، بس ما زالت الفرصة قدامك وقدامك انك تيجي تصلي معنا. آخر مرة هقول الآية، يمكن وأنا بقولها تيجي تصلي معنا، مش ما عنديش أي غرض آخر. قال المسيح: لأنه ما زين تفعل إنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي من السماء في مجد أبيه مع ملائكته ليجازي كل واحد حسب أعماله. الله لا يريدك أن تخسر نفسك، تعال المسيح. فضل يا أخي أيمن صلي معنا. إذا كنت جاهز ومستعد أنك تقول للرب: يا رب أنا بدي أكون لألك، يا رب بدي أطلب بهذا الوقت من كل الأشخاص اللي موجودين بالكنيسة، معلش استحملوني شوي، ياريت نوقف كلنا وبروح الصلاة، حاسس بروح الرب موجود في المكان، حاسس بروح الخشوع والخضوع أمام الرب موجود في المكان، ياريت نوقف كلنا للحظة صغيرة. من إلا اللي راكعين قدام خلينا عم نصلي، بس كل شخص قاعد في مكانه ياريت نوقف للحظة صغيرة. إلا إذا كنت راكع عم تصلي خليك راكع، بس إذا واقف أو قاعد في مكانك ياريت بس دقيقة توقفوا معي. نحن ومغمضين عيوننا بروح الصلاة، بس بدي اسأل سؤال بسيط. رب يسوع المسيح جاي ويمكن يجي الليلة، مش لأنه الأنبياء الكذابين والدجالين عم بيقولوا أنه بكرة، مش لأنه، بس يمكن يكون الليلة مثل ما قال الدكتور زكريا، يمكن ما يكون بكرة، يمكن يكون الليلة، يمكن هلأ، يمكن أنت وسايق على سيارتك، وإذا ساكن بميسيساغا بسارنيا قبل ما توصل على البيت يكون وصل الرب يسوع المسيح، وهنيك قرارك اللي بتكون أخده هلأ هو اللي بيأثر، هو اللي بيفرق. السؤال اللي بدي أسأله وياريت تفكر فيه: إذا أجى الرب يسوع المسيح بهيدي اللحظة أو الليلة، هل أنت متأكد أنك رايح معه على السماء؟ هل أنت متأكد أنك رايح معه على السماء؟ إذا أنت مش متأكد، هيدي الفرصة اليوم أنك تتأكد، انك تاخذ هذا التاكيد بقلبك. لا انا بعطيك اياه ولا حدا بيعطيك اياه، ما حدا بيعطيك اياه الا الرب يسوع المسيح. اذا انت متاكد انك رايح على السماء، اذا متاكد انك رايح على السماء، اذا مت اليوم او اذا اجى الرب يسوع اليوم، بدي اطلب منك بترجاك بكل هدوء، وما تقعد لانه انا عم بطلب، ولا لانه جيرانك اللي حدك قعد، ولا لانه رفيقتك اللي جابتك او رفيقتك اللي جابتك او جارك اللي جابك معه على الاجتماع لانه قعد، اذا هو متاكد انه رايح على السماء. اذا انت شخصيا متاكد انك رايح على السماء، عمل معروف اقعد في مكانك بهدوء، عمل معروف اقعد في مكانك بهدوء. واذا انت مش متاكد خليك واقف حتى نصلي، وهذا هو الاتضاع امام الله، ان يا رب انا مش متاكد، مش هيك انا بقيت واقف عم صلي. بشكر رب من اجل الاشخاص اللي بقوا واقفين، احسبها مزبوط براسك. اذا انت متردد ومش عارف تقول يمكن، يعني معناتها بعدك مش متاكد انك رايح، يعني انت بعد مش رايح على السماء. ظبط وضعك مع الرب، ظبطي وضعك مع الرب هلا. بشكر رب من اجل الاشخاص اللي بقوا واقفين، رح صلي صلاة بسيطة اقترحها عليك، وفكر بهيدي الصلاة. إذا بتعبر عنك قل له: يا رب أنا هذا الكلام عم عيده قدامك، قل له: يا رب سامحني أنا إنسان خاطئ، يا رب سامحني أنا إنسان خاطئ، قل له: يا رب عم توب قدامك اليوم، يا رب أتوب قدامك الليلة، سامحني سامحني، اغفر خطاياي يا رب، اغفر خطاياي يا رب، يا رب وعدك اني رح توب عن خطيتي. سمي خطيتك هلا شو ما كانت، انا ما بعرفها بس الله بيعرفها، انا ما بعرف شو الخطيه اللي انت عم تعملها بس الله بيعرفها، سميها هلا. اذا كانت ادمان على البورنوغرافي، اذا كانت ادمان على المخدرات، اذا كانت زنا علاقه ببرات الزواج، اذا شو ما كانت الخطيه اللي فاصلتك عن الله، قل له، قولي له: يا رب انا بهيدي اللحظه بوعدك بدي توب عنها، يا رب اوعدك ان اتوب، يا رب يا رب انا بدي اوعدك بدي توب عن، وقول خطيتك هون، يا رب بوعدك ان اتوب عن اي خطيه، حتى يمكن تكون خطيه كذب لسانك ما بتعرف تضبطه على طول بتكذب، قل له: يا رب انا بوعدك بدي بطل كذب من اليوم، يا رب بعرف انك خايف انت عم توعده لانك ياما وعدته بالقبل، قل له: يا رب هالمره بديها تكون بشكل جديد، مش
ما بقى بدي ارجع للحياة القديمة، ساعدني يا رب. يا رب ساعدني ما ارجعش تاني للخطية. قولي له يا رب عم بفتح قلبي اليوم. بفتح قلبي ليك يا رب. وعم بسمعك عم تدق على باب قلبي. وانت بتخبط على باب قلبي يا رب. وعم اقول لك ادخل يا رب. ادخل يا رب إلى حياتي. ادخل على قلبي. ادخل على قلبي. ادخل على حياتي يا رب. ادخل على حياتي يا رب. ادخل على بيتي يا رب. ادخل على بيتي يا رب. ادخل على بيتي، على حياتي، على اولادي، على زوجي، على زوجتي. بديك تصير ملك حقيقي على بيتي. ابقى ملك حقيقي على حياتي وبيتي يا رب. يا رب بديك تعطيني انت التأكيد انه اذا جيت انا رح اكون معك. اديني التأكيد انك لو جيت اكون معك يا رب. انا اؤمن انك جيت على الارض كرمالي. انت اؤمن انك جيت على شان الارض. واؤمن انك مت على الصليب بسببي. اؤمن انك مت على الصليب بدالي. وبسببي وعلى شاني انا. وبسببي وعلى شاني انا. اؤمن انك قمت من بين الاموات. اؤمن انك قمت من بين الاموات. اؤمن انك انت الان حي وتسمعني. انك انت الان مش هيك عم اقول لك سامحني. كده يا رب اقول لك سامحني. اذا كنت صليت هيدي الصلاه من كل قلبك، ارفع صلاه شكر صغيره للرب، قل له يا رب شكرا لانك قبلتني. شكرا لانك غفرت خطاياي. شكرا لانك غفرت خطاياي. شكرا لانك قبلتني باسم يسوع. شكرا لانك قبلتني باسم الرب يسوع. امين. يلا تعالوا نقف مع بعض ونقول له بالاخر دايس على عسلك يا عالم، انا بالهي شبعان. مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان. مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني، مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني، أنا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان. مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. عرشك رح بتملكني زمان، لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان، مش رح اقبلها لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني، مهما تحاول أنا يسوع كفيني
قلبي اتبلى يوم اللي انحنى قدام اللي بين الاكوان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي تتركع مهما كان قلبي اتبلى يوم اللي انحنى قدام اللي بين الاكوان مهما تحاول تغريني كون مجدك تعطيني I'm